سعيدا بركة يا هوانم ويا بهوات. اليوم حبيت هيك أبلش حلقتنا من هو وهن بأيام زمان، عشان اليوم رح نرجع لأيام زمان وحلاوة أيام زمان. بس في البداية أكيد اسمحوا لي نرحب مع بعض كلياتنا بزميلتنا الجميلة جدا مروة ميمي، اللي حكيت لكم أنه هي رح تكون معنا ببداية البرنامج. مساء الهلو يا مروة. مساء الفل عليك يا رندا، عاملة إيه؟ منورانا ومنورة مكانك. والله أنا مبسوطة جدا أنا أكون معاكم طبعا في برنامج هو وهن ونكون كلنا مع بعض، ومبسوطة جدا أن أنا رجعت لشاشة قناة المحور من تاني. وازيك يا عمرو؟ ازيك يا مروة، عاملة ايه ومنورة الدنيا فعلا. وازيكم انتوا احلى ناس في العالم. انا عمرو حلمي النهاردة ومعايا هن الجميلات اللي لسه انتم مقابلينهم دلوقتي حالا. وموضوع النهاردة حلو جدا بتاع الحلقة طبعا هنتكلم فيه بعد ما نرحب بزميلتنا مروة ميمي اللي نورت البرنامج، نورت مكانها زي ما رندا قالت، وهو موضوع النوستالجيا او الذكريات او ايام زمان. وانا من ساعة ما عرفت ان الموضوع ده هو موضوع الحلقة النهاردة وانا عايش كده في حنين الى الماضي، انتوا حاسين ايه؟ يعني صراحة انا كتير متحمسة. انا بالنسبة لي ما في احلى من ايام زمان. أيام زمان كانت يعني رائعة. صح، من أيام لما كنا بيوتنا كانت صغيرة يا عمرو، قبل بقى ما نعزل نروح بيوت كبيرة ونبقى كل واحد قاعد في أوضة قافل على نفسه. البيوت كانت صغيرة بنتجمع فيها في الأهالي، الجيران بيجوا معانا وبرضو بنحس إن البيوت واسعة بينا. يعني برضو كنا قبل بقى السوشيال ميديا وما ندخل نقعد على الموبايلات الصبح بالساعتين. لما بنفتح التلفزيون الساعة 7 بالليل، المسلسل الساعة 7 بالليل، هند ودكتور نعمان، ليالي الحلمية، المسلسلات الجميلة اللي كنا كلنا الباب أبي. دي كانت حاجات رهيبة وجميلة من المسلسلات الحلوة. غير هيك يعني احنا كمان عنا بالأردن كانت مختلفة، حتى احنا طفولتنا كانت لما ننزل الحارة ونلعب وبسكليتات وبلالين، اشياء بسيطة. بسكليتات يعني عجل، كل حاجة كان لها طعم زمان. عن جد كان لها طعم زمان. غير كمان التلفزيون كنا الساعة 4 الظهر نيجي من المدرسة يكون في مثلا حاطين قرآن بعدين رح يبلش الكرتون. هاي كانت بالضبط أحلى فقرة إلي أنا وإخواني. عن جد ما في أحلى من أيام زمان. السوشيال ميديا على قد ما هي مفيدة على قد ما جد دمرتنا طبعا كتير. وكان برضو الحاجات الجميلة جدا اللي كلنا كنا بنستناها يوم الجمعة، يعني في برنامج كان اسمه العلم والإيمان، ده كان بالنسبة لنا بقى ناشونال جيوغرافي، بقى كنا بنتفرج فيه على الحيوانات وان ازاي التطلعات الكبيرة ونطلع الجبل، كنا كلنا بنستناه يوم الجمعة. ده كان برضو من البرامج الجميلة جدا اللي بتاخدنا الأيام زمان. أنا كمان كنت بحب العلم والإيمان، هو أعتقد كان بيجي يوم الاثنين الجمعة. لا الاثنين، الاثنين مظبوط. الجمعة كان في برنامج تاني، تعالوا بقى نفتكره مع بعض كده. طب الاثنين والجمعة تقريبا، او عالم الحيوان. عالم الحيوان اللي كان بيجي الصبح بالظبط كده. احلاكي يمكن لانه انتم كمان بمصر وكان تلفزيون مصر غير، احنا مختلفين بالزبط برامجنا يعني. بس بشكل عام عن جد هي زي ما قالت قبل شوي مروة، اللمة والبساطة. صح، يعني كنا هذا المسلسل اللي عم تحكي عنه كان احنا مسلسل مختلف، نحط لنا شوية تسالي نقعد بطيخ يجي دق باب البيت يفوت ناس عنا، ممكن الجيران بقى زمان ترمس وحمص الحاجات اللي الحاجات الجميلة اللي كانت بص مش الحاجات نفسها اللي هي كانت المقرمشات أو التسالي أو الحاجات دي، تجمعاتنا دي كانت أحلى حاجة. صح، إن احنا نقعد كلنا مع بعض والفسحة بتاعت يوم الجمعة والمصيف طبعاً. تجمعاتنا في المصيف طبعاً. كان في مصايف زمان بقى ما كانش الساحل، كان في المعموره والمنتزه، وكان في اسكندريه وكورنيش اسكندريه، وفي بقى بلطيم وراس البر والحاجات دي، جمصه والحاجات دي كلها. طب لو في هيك بدي اسالكم سؤال، لو بقدر اعطيكم عصايه سحريه ترجعوا فيها إشي واحد من زمان من حياتكم من حياتهم، ايش بترجعي؟ عصايه سحريه. فاجأتكم بالسؤال. انا فاجأت، مش عايز ارجع حاجه. لا ولا اي شيء، ما بتحن لاي شيء بالماضي يا عمر؟ بصي انا دايما شخص بحب المستقبل اكتر من الماضي، يعني شخص متعلق بالماضي. لا بالعكس، يعني عندي حاجات في الماضي بحبها بس الماضي القريب مش الماضي البعيد قوي. أوكي. معرفش ليه بس انا بحب عامه بتنسى يا عمرو الحاجات الذكريات اللي فاتت سواء كانت حلوه او وحشه بتنسى. لا في حاجات ما بتتنسيش، يعني مثلا انا ما انساش ابدا ايامنا مثلا في المعموره، احنا كان عندنا شقه دايما كنت هناك، بنبص على المنتزه والمعموره في نفس الوقت، فكان ايام حلوه. أوكي. فطبعا مش هنساها وطبعا حلوه جدا، بس دايما بحب اروح للمستقبل مش ارجع للماضي. طب وانت يا مروه؟ تجمعات الاهل، انا بعشق اهلي يعني. أوكي. بحب اهلي جدا جدا جدا، ولاي وقت ببقى معاهم زمان سواء بقى في بيتنا القديم سواء في سفر سواء في اي حته، دي بالنسبه لي دي احلى ذكريات حياتي صراحه. انا كمان اذا بحب ارجع بالوقت لورا بحب من الماضي. سوري، كان في يوم ثلج، الدنيا ثلج على الاخر، مسكر الدنيا. في ثلج عندكم بعد؟ ثلج ثلج.
احنا كان يوصل متر ومتر ونص عندنا الثلج. احنا عمره ما جاء عندنا زمان. لا لا احنا عندنا مكان قريب كده عملنا فرح على ده قريب لما نزل شويه ثلج كده بربع جنيه ثلج كده عملنا بيهم عملنا احنا بقى فعلا فرح على الفيسبوك وبقينا نصور وناس بتصور. كانت بتذكر عنا الشوارع اللي نقعد اسبوع مرات انه احنا ما ننزل على الشغل. فبتذكر كنا بالمدرسه واحنا عيله كبيره اسم الله يخلي لي اياهم كلهم. فبتذكر انه طلعنا كلياتنا على السطوح اللي هو سطح البيت وعملنا سنومان رجل ثلج وسندوتشات بقى على الصوبه وعش ايش بتقولوا لها اللي بتدفي الصوبه دفايه على الدفايه ونعمل سندوتشات واكل بقى ونطلع برا نحط بالكاسه ثلج من ثلج عادي نحطه بالكاسه ونصب عليه اي نوع من انواع العصير. يعني انا هدول الكنكنه مشتاقة للكنكنة مع عجلة العجلة السريعة للحياة. أيوة الكنكنة يعني الدفع دفع البيت دفع البيت لأنه عن جد قدي حياتنا صارت عجقة ودائما ولا واحد فينا فاضي فبتشتاقي للتجمعات هاي اللي تقعدي فيها. طبعا التجمعات فعلا الأهل والأصدقاء دي بتكون من أحلى الحاجات اللي أنت دايما بتبقى حاططها في بالك إن هي دي الذكريات بتاعتك. صح دي حقيقة. بمناسبة بقى السنو مان والرجل التلج اللي انت تقولي عليه ده, مين الكرتون المفضل بتاعك وكنت بتحبه كرتون ايه او شخصية كرتونية؟ مغامرات سنبل. مغامرات مين؟ سنبل. مين ده؟ ايش عملوا ممكن ما عرفوش برضو زي بكر عنده زي بكر صح؟ أيوة. وانت مين؟ بص انا يعني ممكن توم وجيري عادي زي الناس المعتادة بس انا حبيت جدا نيمو. نيمو يمكن نيمو مش قديم قوي مش قديم قوي بس لا. من الحاجات احنا. اللي يعني خطفت قلبي طبعا عشان يعني في هيك حتة إنسانية طبعاً. أكثر طبعاً. طب أنت؟ أنا بحب صلاح الفنينجا عشان البيتزا كانوا بيأكلوا بيتزا هم في الكرتون فأنا كنت بستنى لقطة البيتزا المعلم رشدان والسلاحف بيقعدوا ياكلوا صح سلاحف النينجا دي كانت حاجه جديده البيتزا دي عندنا البيتزا دي كانت حاجه جديده طبعا كان يعني انت بتشوفها في التلفزيون اكنك انت كده رحت عالم الخارجي بالظبط بس انا بحب ايطاليا من وانا صغير فانا بالنسبه لي ده كان اول ما يجي لقطه البيتزا دي ايه ده انا عايز بيتزا لا شايفه زمان احنا كمان كان عندنا كنا نقرا المغامرات تذكروهم كتب ميخي وتختخ ميكي والحاجات اللي هي الصغيره انا كنت يعني توب فان لمجله بلبل كان في مجله اسمها بلبل ومجله علاء الدين كنت دول بقراهم يعني اكنهم يعني بجد دين جديد طب بما انك انت بقى فاكر الحاجات القديمه كده انت قلت بتحب سلاحف النينجا كان في اربع شخصيات اكتر شخصيه كانت مفضله ليك ايه دوناتيلو ليه بقى كنت بحبه ما اعرفش مش فاكر بس كنت بحبه روش يعني يعني انا دايما لما انا واصحابي ناخد الشخصيات بتاع سلاحف النينجا انا اخد دوناتيلو كنت بتقسمه كمان تقريبا كان اسمه عشان اسمه ايطالي لا هو عشان كان فاني شويه بحب. ممكن كان كيوت هيك دمه خفيف يعني ربنا يخليك طب مين بتذكر مش انت على كانها مجامله على طول بتتذكري اول يوم لما رحتي فيه على المدرسه وريحه الكتب لا نسيت المدرسه خالص انا عايز اقول لك بقى الحاجات اللي انا مش عايز افتكرها أيوة. انا حسيت ان انت بتقول انا نسيت كل الحاجات انا بقى المدرسه دي نسيتها خالص جد يا رندي يعني من الحاجات اللي انا فاكرها مش عايز افتكرها بمراحلها حتى ابتدائي وثانوي اعدادي ما عنديش مثلا مش متذكره اي يوم لا انا فاكر كل الجرايم اللي انا عملتها وفاكر انا كنت يمكن هي دي اللي مفكرك بس كنت طفل يعني بجد بصي وانا صغير قوي كنت طفل هادي جدا وكيوت ومطيع ولذيذ لما كبرت شوية مرحلة بداية المراهقة كنت كابوس فيعني لساتك كابوس بس عايزة أقول لك على حاجة هي يمكن دايما بيقولوا اللي بيبقى هادي جدا وهو صغير أيوه بيكبر يبقى شقي جدا والعكس اللي يبقى شقي جدا وهو صغير يقول لك ده لما يكبر بقى ربنا هيديه ونشوفه واحد حاجة لا أنا شقية كنت على الحالتين صراحة بجد؟ وبالعكس فترة المدرسة بحبها لهلا بتذكر طعم الساندويتش عايزة تفكرني يا عم السندوتشات المهروسة أنا كنت بتكسف أطلعها قدام زمايلي من الحاجات اللي كنت بتكسف قوي إن أنا أطلعها كنت آكل قطمة وأحطها تاني ليه عشان مفعصاها؟ يعني شكلها ما كانتش يعني عارفة هي ماما كانت بتعملها شكلها حلو بس هي بعدين أنا كنت بعملها معاملة سيئة جدا فيعني بعد كده الساندوتش بيطلع مفعص كده ما كانش فيه بقى لانش بوكس والكلام ده لما يكون فيه عندنا لبن بوكس وعلب كان فيه كيس لا ما فيش الكلام ده هو كيس يتحط في الشنطه يطلع لك زي الكتاب بالظبط والله عن جد احلى ايام بتعرفي هلا احنا ممكن اتطور العلم وصار فيه لانش بوكسز وصار فيه مليون قصه بس فعليا هدول القصص لما انت بنص الحصه تاخذ قطمه صغيره وتحطها ببقك احلى شيء بالعالم انا بحن لطفولتي بحن كثير لايام زمان هي ايام زمان بيبقى ليها طعم ثاني سواء كانت في الحاجات اللي احنا بنعيشها او في الذكريات مع اهالينا او في المدارس دي بتبقى ليها يعني طعم تاني صح طب بما انكم بنتكلم عن المدرسه انتوا اكيد كنتوا اشقياء في المدرسه فاهلكم كان بيعاقبوكوا ازاي كانوا ما يخلوني اشوف تلفزيون وبس صراحه
بس التلفزيون يعني ده كان اخر يعني انا كنت جايبه علامات نصهم مثلا بال باخر الفصل الدراسي كان اني ممنوع اطلع مع اصحابي بلعبل ما انا ارجع ادرس كمان مره انحبس ايش كمان عايزه اضحكي يا عمرو على موقف بس انا هسمعه منك الاول ايه هو لا انت قول لي الاول ايه اكتر المواقف اللي هي مثلا ايه وانت صغير كده اثرت فيك قوي اثرت فيا ولا تعاقبت بسببها تعاقبت بسببها او اكيد ما وانت تعاقبت يعني اتاثرت طبعا بيها اوكي انا اترفدت في كي جي 2 يعني هو ده صبك في التلفزيون انت لسه يعني بسم الله لسه داخل بسم الله اترفدت على طول ليه بقى عملت ايه كنا بنحب بعض لا ما ينفعش كده خالص يعني وهلا اظن هي بتكرهك لاخر يوم بالحياة لا احنا لسه اصحاب على فكره لساتك اصحاب والله دي برضه من الحاجات اللي جميله جدا الاحتفاظ يعني باصدقاء الطفوله لا احنا فضلنا دي من الحاجات الجميله جدا بنحب بعض حب يعني رائع ما احلى بتصدق انا انت كده بتصارحها على الهوا على فكره لا انت كده هي عارفه مش بصارحها والمدرسه كلها عارفه دايما مروه انت حكيت شيء كثير مهم واكيد هلا رح نحكي اكثر فيه عن بحلقتنا لقدام عن جد حتى عن صداقه زمان كيف اختلفت عن صداقات الايام هاي يعني انا الي صاحبه يعني انا هلا عمري اوكي يمكن اول مره مروه معنا 42 سنه الي صاحبه من انا عمري 6 سنين لحديت النهارده انا وياها بيست فريند اولادنا صاروا اصحاب مع بعض هذا الشيء الحاجات الجميله جدا يعني كثير مش معقول على كل حال شو رايكم هلا نطلع هيك لاول بريك نريح شوي مع بعض بعديها نكمل باقي حلقتنا من هون بالضبط بس قبل ما نطلع بريك محتاجين نشوف تقرير وبعد كده بعد التقرير هنطلع بريك ونرجع في هو وهن مشاهدينا ورجعنا لحضراتكم مرة تانية بعد الفاصل فقرتنا دي مهمة جدا احنا كنا بنتكلم عن ايام زمان لما نيجي نتكلم عن ايام زمان والدراما بتاعت زمان لازم نفتكر مسلسل من المسلسلات القوية جدا مسلسل لن اعيش في جلباب ابي المسلسل ده مش مجرد مسلسل عدى وخلاص وجي المسلسل اللي بعده لا ده كان حالة جميلة جدا لكل بيت وكل الاسر المصرية كانت بتتلم كده وتتفرج على المسلسل ده كان في قصة حب كده لما كان عبده الله يرحمه الفنان الراحل نور الشريف كان بينادي على عبلة كامل قولها وحشتيني يا فاطمة وهي تقول له ايه يا عبده اعمل لك اكل ايه كانت حالة جميلة جدا وكان في موجود عبد الوهاب ابنهم وسنية وفرح والحقيقة مسلسل كان جميل جدا وكان بيلم كل الأسرة المصرية ويمكن المسلسل ده كان يعني أثار جدل كبير جدا لأن دايما كل أب بيبقى مستني ابنه يشوف النجاح فيه طب هو هل هيطلع زيه ناجح زيه هل هيطلع مثلا معوق شوية هيطلع متفوق هيطلع شكله ايه دايما الاب بيبقى عنده الحتة دي ونفسه يشوف ابنه احسن منه كمان يعني ولا صراحة إيه مروة انت عم تحكي انه كان المسلسل بس هو لساته ترند صراحة حتى بوقتنا الحالي يعني فعلا عشان هيك وعشان نعيش يوم من أيام مسلسل لن أعيش في جلباب أبي معانا الفنان الجميل عبد الوهاب أو معوض إسماعيل موجود بالاستوديو لنحكي أكثر يا مساء الهلو أهلا وسهلا فيك أستاذ أهلا بيكم مساء الفل أهلا بيكم أهلا بالسادة المشاهدين مساء الفل ومنورنا ميرسي ربنا يخليكم بوجودكم يعني قبل ما نبلش نحكي أكثر وأكثر عن هذا الموضوع خلينا نروح مع بعض نشوف تقرير هيك سألنا الناس بالشارع شو أكثر شيء اشتقتوا له من أيام زمان رح نشوف التقرير بعدين أكيد رح نكمل بحديثنا مع الفنان الجميل معوض إسماعيل كنا كل يوم جمعة بنتجمع العيلة كلها بتتجمع أخوات وقرايب وولاد عم وولاد خالة الدنيا كلها كانت بتتجمع كلها في بيت واحد بنفضل قاعدين مع بعض ونسافر مع بعض ونيجي كل ده بيختفى طبعا دلوقتي تربية الأصول وخيم طبعا أخلاق وشياكة بكرم وفطوطة لا هو الذكريات بقى واحنا صغيرين يعني الفساتين والأبيض والأسود والأفلام هو أكتر حاجة ماما بتكلمني عليها في أيامهم قد ايه الحياه كانت رايقه قد ايه الدنيا الاكل كان حلو والدنيا كانت مش زحمه دي اكتر حاجه يعني كان في تجمعات تقريبا كل جمعه او كل خميس والعيله كلها وتلاقي ما فيش موبايلات بقى ومفيش حاجات معانا الفنان معوض اسماعيل انا مش هقول لك يا معوض على فكره انا هقول لك يا عبد الوهاب على طول عايز اقول لكم من اول ما دخلت الاستوديو قلت له انت عبد الوهاب اللي كنت في المسلسل تمام قول لي يا عبد الوهاب المسلسل ليه لحد دلوقتي لما بنيجي نتفرج على التلفزيون ونلاقي لن اعيش في جلباب ابي ليه لحد دلوقتي عامل ترند اعتقد زي ما احنا كنا بنتكلم قبل ما نبدا التصوير ان هو حاله بتمس المجتمع طول الوقت وحاله اوريدي موجوده
سواء في كل المجالات بقى، سواء كان تاجر سواء كان دكتور او طبيب، ان كل اب بيبقى نفسه يشوف ابنه زيه او احسن منه في نفس المجال بتاعه. وارد يكون ده علشان خاطر العقليه ان انا ناجح كاب، ناجح في في الكارير ده او في المهنه دي، فانت تيجي تكمل معايا او تيجي تكمل شغلي او تيجي تكمل الشركه اللي انا بنيتها وتعبت فيها. وارد لان هو ممكن يكون ضامن، يعني خلاص انا ضامن الحته دي وفاهمها فانا هعرف اعلمها لك كويس، يعني اختلاف الاراء. لكن فكره ان هو يفضل عايش دي اعتقد ان هي لان هو حاله كبيره بتمس شريحه كبيره جدا من المجتمع لغايه دلوقتي موجود. طب انا عندي سؤال ثاني، يعني رح ارجع فيك بالزمن لورا ورا 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 كثير ورا بال 96 وقبليها بشويه، لما صار الكاستنج وكل هالقصص كيف تم اختيارك؟ يعني بدي اياك تحكي لي كيف نقوك، كيف انت صرت عبد الوهاب بهذا المسلسل، وكيف كانت كواليس التصوير مع الابطال كمان هناك؟ هو كان ساعه الكاستنج وانا جالي تليفون، انا كنت شغال قبلها يعني بفتره، كنت عامل بوجي وطمطم اللي هو يعني ده يعتبر اول حاجه عرفتني بالجمهور في مصر هنا، وكنت عامل كذا عمل تاني ممكن يكون ما تعرضوش في مصر كانوا بره مصر. فجالي تليفون فروحت قابلت الاستاذ احمد توفيق. فطبعا الاستاذ احمد توفيق هو ممثل ومخرج. فطبعا اول ما دخلت على الاستاذ احمد توفيق انا اتبسطت جدا ان انا واقف قدامه. فقال لي تعرف تقول الجمله دي، واداني جمله اقولها. فقلت له قال لي طب قولها، فقلتها. طب تعرف لا مش فاكرها طبعا. اكيد مش فاكرها. سنين بقى انت بتتكلمي على سنين. قال لي طب تعرف تقولها باداء تاني، فقلتها باداء تاني. فضل معايا يجرب معايا طرق اداء مختلفه لغايه لما عرف ان انا اقدر ادي بكذا طريقه اداء. فراح ناده على الاستاذ نور الشريف قال له تعالى بص. هو شبه رياض طبعا، انا مش عارف مين رياض. انا مش عارف يعني، انا واقف بسمع الكلام ومش عارف. فطب ايه الاخبار؟ قال له هو بص طب قول الجمله دي تاني. فابتديت اقول له نفس الجمله بالاداءات المختلفه. فراح باصص للاستاذ احمد توفيق وقال له خلاص هو ده. فخلاص انا اتبسطت. ما كنتش خايف لا تترفض، او مثلا ما كنتش خايف لا تحس ان انت مش هيتم اختيارك في الدور ده؟ ولا ما فكرتش كده؟ يعني ما فكرتش في كده خالص. لان يعني انا لما رحت ما كانش في حد تاني موجود. يعني فده طبعا طمنك كتير. فده طمني اكتر. الحاجه الثانيه كان في ثقة يعني عندي جوايا ان شاء الله اكيد انا مش هعمل حاجة وحشة. لان الثقة دي انا واخدها مش غرور مثلا، او مش هقول من والدي ولا من والدتي، لان هما طول الوقت بيزرعوا فيا موضوع الثقة في النفس ده. لكن عشان كنت اشتغلت قبلها حاجات كتير، يعني اشتغلت مع الاستاذ محمود رحمي، كنت اشتغلت مع الاستاذ حسام الدين مصطفى، اشتغلت برضو كبيرة. مع اسماء كبيرة طبعا. فكان الموضوع بالنسبة لي عادي، أنا رايح أوديشن أو رايح مقابلة عادية جدا مع الأستاذ أحمد توفيق، الفرق أو مع مخرج. الفرق إن أنا بحب الأستاذ أحمد توفيق وبحب الأستاذ نور الشريف، فكنت مرتاحة أكتر. فكان الموضوع نفسيا كان طبعا مريحني أكتر. طب وكواليس هيك مع الأبطال، إيش في هيك مواقف معينة ممكن تحكي لنا إياها؟ مثلا ما زبطتش جملة معينة، ممكن أنه خلوك تعيد، ممكن زعلت عيطت، أنت كنت طفل أكيد يعني. لا خالص، هو يمكن برضو فكرة إن أنا رايح بصور، كنت بصور أول مشهد على فكرة، أول مشهد اللي هو المشهد اللي كان الأستاذ نور بيزعق لي فيه. فده كان أول مشهد هدخل أصوره. فدخلنا عملنا البروفا، الأستاذ أحمد توفيق جه اداني الميزانسيه بتاع الحركة، فخلاص تمام عملنا بروفا. البروفا اتعملت، ما حدش غلط يعني، لا أنا غلطت ولا الأستاذ نور غلط. البروفا طب يلا بينا نصور، فصورنا. فالمشهد اتاخد وان شوت يعني من غير ما نعيد. فطبعا هم كانوا مبهورين اكيد بالاداء. يعني هم عاملين حسابهم ان في طفل بقى طبعاً. جاي فخلاص، والمشهد صعب شويه، فخلاص بقى احنا قاعدين مع بعض يعني. فالحمد لله دي كانت الخطوه اللي هو خلاص بقى في ثقه منهم ناحيتي ان مفيش عطله هتحصل، ان خلاص هو بيحفظ بيمثل كويس. فخلاص الموضوع بقيت بتعامل زي الممثلين الكبار اللي طبعاً. موجودين. بالعكس انا بتدلع بقى اكتر عشان انا طفل يعني. اختلطت بالفنان نور الشريف واختلطت بالفنان عبله كامل، وطبعا قعدتوا فتره كبيره تصوروا. مين من الفنانين حسيت ان انت قريب منهم وكان احتضنك كده اكتر، وحسيت ان انت مفيش تمثيل؟ هم كلهم يعني. خلي بالك فعلا فكره ان اللي بيقول ان حاله الحب بتظهر على الشاشه او على العمل ده حقيقي، ده بيحصل.
لو الناس ما بتحبش بعضها انت هتحسي ده على الشاشه قدامك، هيبقوا ما بيمثلوش حلو قدام بعض، مش هتلاقي الطبيعيه اللي كانت ما بين الاستاذ نور والاستاذ عبله كامل طبعا، مش هتلاقي الضحك والهزار والفرفشه اللي كانت ما بين حنان اللي هي حنان ترك ونهله ومنال سلامه وناهد رشدي، البنات كلهم البنات اللي كلهم مع رياض نفسه. يعني يمكن الاستاذه ناهد انا اشتغلت معاها برضو، كنت اشتغلت معاها قبل كده قبل المسلسل، والاستاذه منال سلامه كنت اشتغلت معاها قبل المسلسل. فهي الحاله نفسها كلها اللي بيحطها رب العمل اللي هو المخرج نفسه طبعًا للمنظومه بتاعته، هي دي اللي بتاثر في الممثلين بعد كده طبعا، زي الكيمياء بتكون بالظبط. طب خلينا نطلع هلا شوي من شخصيه عبد الوهاب، وبدي اسالك سؤال نفس اللي سالناه للناس، ايش اكثر شيء مشتاق له او وحشك من ايام زمان؟ ممكن تكون اللمه بتاعت زمان. يعني احنا دلوقتي الحياه بقى اللقاء بتاعها سريع قوي، يعني سريع جدا، فبقى وبعدين التليفونات بتاعت زمان بتاعت البيت او ان انت تتكلم فتسال فتدي ميعاد فتاخد بعضك بتنزل، مفيش بقى موبايلات، فلو معلش انا هتاخر 10 دقائق لا. فيمكن الجو بتاع زمان نفسه، الحاله بتاعت زمان البساطة. نفسها كلها على بعض، البساطه بتاعت زمان دي هي دي اللي ممكن الواحد بيشتاق لها. بما اننا استرجعنا كده ايام زمان، معوض انت كنت جزء كبير من طفوله ناس كتير جدا عاشوها في بوجي وطمطم، احكي لنا عن بقى التجربه دي. والله بوجي وطمطم انا بالنسبه لي من الاعمال المهمه في حياتي او من المحطات المهمه في حياتي، لان هو اول عمل مصري اشتغل فيه يعرفني بالجمهور المصري او يعرف الجمهور المصري بيا. كنت انا عملت مسلسل قبلها مع الاستاذ محمود رحمي ومع الاستاذ حسن يوسف، وخدني الاستاذ رحمي اعمل معاه مسلسل بوجي وطمطم بسبب اسمي، يعني مش عشان يعني بغض النظر عن التمثيل وانا، بس هو بسبب اسمي يعني. والحكايه دي حكيتها كتير قوي، ان انا كنت عايز اغير اسمي فهو عرف قال لي استلف منك الاسم، قلت له خده خالص، فكلمني في يوم رحت خدت السكريبت بفتح السكريبت لقيت اسمي موجود في وسط يعني الشخصيات، يعني الاسم نفسه كان يعني بيتناسب مع الدور نفسه كمان. فهو هو عمل الشخصيه بتاعتي باسمي علشان خاطر يراضيني، علشان خاطر افضل محتفظ باسمي وافضل احب اسمي. فلما دخلت الاستوديو او البلاتو اول مره علشان خاطر اصور، فانا برضو الحمد لله يمكن انا حظي كان حلو ان انا اشتغلت مع عمالقه يعني طبعًا. وناس احنا بنتفرج عليهم كبير جدا يعني استاذ حسن مصطفى، احنا طول الوقت انا قاعد بتفرج عليه في الافلام اللي بتتذاع ابيض واسود، فانت احساس انك رايحه تشتغلي مع ناس بتحبيهم، في فرق ما بين ان انت بتقدريهم فنيا، لان في السن ده انت كطفله ممكن تكوني مش قادره تستوعبي فكره زي ما حكيت قبل شويه، لكن انت بتحبيهم فانت رايحه تشتغلي مع ناس بتحبيهم، وهم علشان بيقدروا يحتضنوا الشخص اللي قدامهم فانت بتشتغلي بكل اريحيه، في فرق اجيال كبير جدا في اللي انت بتتكلم بيه جدا يعني. انا استغربت ان انا دخلت لقيت الاستاذ حسن مصطفى عارف اسمي. طب بدي اسالك سؤال، هلا انت ببوجي وطمطم انت مثلت مع عرايس؟ مع عرايس بالظبط. كيف كانت الاجواء؟ كيف يعني قديش صعب انك انت تمثل مع عرايس مش عم تمثل مع بني ادمين؟ كنت اتعلمت موضوع ان انا اشتغل مع العرايس ده من الاستاذ رحمي نفسه في المسلسل اللي قبليه، لان كنا عاملين مسلسل برضو نفس الستايل ده كده اللي هو عرايس وبشريين معاهم، فابتدى يعلمني التكنيك. يعني انا فضلت اعمل بوجي وطمطم تقريبا 4 أو 5 انت عملت شخصيه زازا صح كده؟ وعملت زازا يعني زازا كان ده كان صوت بس بالظبط. طيب فهو علمني التكنيك ان انا ازاي اتعامل مع العروسه، ازاي اقف قدام العروسه، ازاي اقف قدام الكاميرا اصلا، ده كل ده كان شغل الاستاذ محمود رحمي معايا. يعني كلياته كان بده تدريب اكيد جامد جدا طبعا، يعني غير التدريب بتاع المسرح الاستاذ محمد حسن اللي اكتشفني كان بيدربه لي. فهي الحمد لله يمكن الناس شافت فيا وانا صغير حاجه، فابتدوا كل الناس ابتدت تبقى في ظهري وابتدت تزق الموضوع معايا وابتدت تعلي الطموح معايا شويه. طبعا جميل. طيب من التمثيل كان حظك حلو جدا وانت صغير، وتم اختيارك في مسلسل من اكبر المسلسلات اللي سابت اثر لحد دلوقتي، كان بيتذاع من فتره كبيره جدا لحد دلوقتي، يمكن حظك كان حلو. من التمثيل للاخراج يعني نطه كبيره جدا، احكي لنا بقى تجربتك ايه في الاخراج. والله هو الاخراج هوايه عندي من زمان، يعني بعد ما خلصت ثانويه عامه انا قلت انا هدخل معهد سينما. فجي والدي قال لي بص انا مش معترض خالص على انك تدخل معهد سينما، تدخل معهد فنون مسرحيه،
خش اي حاجه انت عايزها، بس انا عايزك تاخد شهاده، وبعد ما تاخد الشهاده بتاعت اي علم تاني خش ادرس اللي انت عايزه، انت كده كده اوريدي في المجال وفي الوسط الفني. وبتقرا فيه كتير، يعني يمكن انا كنت بقعد اقرا كتير في، اقعد اجيب كتب عن السينما واقعد اجيب كتب عن التمثيل واقعد اقرا. قال لي فانت كده كده قاري وكده كده بتشتغل، بس انا عايز جنب ده خد شهاده الاول في اي مجال تاني وبعد كده ارجع ادرس الموضوع ده. فدخلت كليه حقوق، فده كان دافع ليا ان انا اخلص كليه حقوق في 4 سنين، يعني اللي هو انا حاسس ان انا ما فيش وقت، انا لازم اخلص بسرعه هنا عشان مذاكره جامده قويه جدا. فانا ما هو ده كان محطوط قدام ده، يعني انا كان دايما والدي ووالدتي اللي هو هتذاكر وهتنجح وهتجيب مجموع فانت هتكمل في الشغل، مش هتذاكر ومش هتنجح والمجموع هيقل او المستوى هيقل فانت هتقعد، ما فيش يعني في، انا فاكر ان في سنه من السنين انا قعدتها وغصب عني، يعني بيجي لي اعمال كتير جدا والدي ووالدتي يرفضوها لمجرد بس ان انا هقعد اذاكر، فده كان لوحده بيحمسني ان انا لا انا لازم ابتدي تنجح. امشي في التعليم، ابتدي اتحرك وخلص. لازم يبقى عندي مستوى كويس. فدخلت كليه حقوق، خلصت كليه حقوق في 4 سنين وبرده ما دخلتش معهد سينما، يعني خلاص بقى اتشغلت في التصوير والمسلسلات. فانا هوايه الاخراج عندي من زمان فاول فرصه جات لي ان انا اخرج كان في الدوبلاج الاول، اني يعني بخرج المسلسلات اوريدي موجوده فببتدي اخرج تراك الصوت بتاعها، سواء بقى كانت مسلسلات الانيميشن بتاعها يتعمل في مصر هنا او اوريدي معمول بره فاحنا بنبتدي ندبلج الموضوع. فالموضوع عجبني وصعب وفي وصعب. فكر وفي فكر بالظبط. فابتديت اشتغل على ان انا اخرج انيميشن، وفعلا انتجت اول مسلسل انيميشن ليا كان اسمه الازهر اللي هو الجزء الاول، ده كان في 2016 واخرجت المسلسل. لما اتفرجت على المسلسل او مع كل مشهد بيخرج من الانيميشن بقيت بحلم ان انا اعمل المشهد ده لايف، يعني بممثلين حقيقيين. يعني الحمد لله انا كان معايا في المسلسل ممثلين كبار، يعني كان معايا اياد نصار والاستاذ عبد الرحمن ابو زهره والاستاذ سوسن بدر والاستاذ ناصر، يعني كان معايا مجموعه ممثلين كبار في تراك الصوت. جالك تطلعات اكتر لما شفت الحاجات اللي انت عملتها؟ يعني وناس شجعتني، يعني لا انت لازم تكمل وانت لازم تعمل حاجه لايف وانت لازم تخرج فعلا، تكمل في الدراما، لازم تكمل في السينما. فعملت مسلسل تاني، قلت لا برضو لسه هستنى شويه، ابتديت اعمل مسلسل تاني، عملت مسلسل تاني لمحمد هنيدي وبيومي فؤاد واحمد فتحي وهنا الزاهد، كان اسمه فلانيا، ده لسه ما اتعرضش. فابتديت احب الاخراج اكتر بقى، خلاص انت طول ما انت ايديكي في الموضوع فبيبتدي الشغف يزيد طبعا، طول ما انت عندك لسه باور وعندك طاقه. فحصل ان اول فيلم بقى عملته كان مع كان مع الاستاذ علاء مرسي، كان فيلم صغير كده وما كانش متوقع ان هو ممكن يطلع بالشكل ده، بس الحمد لله بعد ما خلص الفيلم طلع حلو جدا. دخلت عملت بقى الفيلم الاخير اللي هو شمس، ده مع الاستاذ عمرو عبد الجليل والاستاذ محمود عبد المغني والاستاذ خالد الصاوي والاستاذ احمد بدير، اسماء كبيره وقويه، اسماء كبيره. ففكره ان الاسماء الكبيره دي خلي بالك برضو هي معادله، يعني ان طبعا. الاسامي الكبيره دي تيجي تشتغل معاكي كمخرجه، هم ممكن يكونوا عارفينك كممثله وعندهم ثقه فيكي كممثله ان انت ممثله شاطره، فانت متراهن على ده. بالظبط. فطب كمخرج هم ما اشتغلوش معاك، ودي بتبقى نقطه مهمه جدا للنجوم، ان النجم لما بيجي يشتغل مع مخرج هو بيختار المخرج علشان خاطر ما يشتغلش مع مخرج مثلا ممكن يوقعه طبعا. فده كان بالنسبه لي ريسك كبير، ان فالناس اللي ثقتها فيا الحمد لله استاذ عمرو عبد الجليل ومغني لثقتهم فيا فوافقوا وابتدينا نشتغل مع بعض على الورق وابتدينا نشتغل والحمد لله الفيلم طلع هذا حلو. الاشي اظن يحسسك بالمسؤوليه اكتر انك بدك تطلع اشي كتير احسن من هيك. هو كمان سقف الطموح عالي عندي، يعني بعد التمثيل يعني انا عامل الحمد لله يعني عامل مسلسلات كتير جدا دراميه او عامل دوبلاج، اعمال دوبلاج كتير اكتر من 200 عمل في الدراما واكتر من 200 عمل في الدوبلاج. تستمر بهذا ولا بهذا ولا بهذا؟ في كله. ما انا بقول لك هو سقف الطموح عالي عندي، يعني ما خلاص انت وصلتي الحته اللي هو طب وبعدين، طب انا عايز اعمل حاجه تانية جديده، يعني فابتديت ابص للاخراج فهخرج، طب دلوقتي بقيت ببص ان انا عايز ادمج ما بين الاثنين، يعني انا بعدت شويه عن التمثيل بسبب الاخراج فدلوقتي بفكر ان انا ابتدي ارجع تاني. فهي بس الطموح بيبتدي يزيد انك كل واحد لما بيحلم وحلمه بيكبر بيحققه
بعد ما بيحققوا الحلم بيروح لحته ثانيه وبيزيد معاكي. بيبقى عايز يروح في حته ثانيه. بالظبط. عمرك ما حلمت بحاجه ثانيه غير الاخراج والتمثيل؟ لا، ما او تروح لحته ثانيه كده تجرب فيها؟ انا عمري في حياتي ما فكرت في اي حاجه ثانيه خالص. شغف يعني بالنسبه لك؟ يعني حتى في اوقات كتير بقعد افكر فيها، هو انا لو كنت موظف في حته كنت كانت حياتي هتبقى عامله ازاي، او انا شخصيا انا كنت هبقى عامل ازاي، انا نفسيا هبقى عامل ازاي. يعني انا شايف يعني حتى احنا بيجي علينا اوقات انت عارفين بيبقى فيه السيزون بنبقى شغالين فيه قوي، بعد كده بنيجي نقعد فتره كبيره ما بيبقاش فيه حاجه او بنحضر لحاجه. فبقعد افكر انا في الفتره دي، هو انا لو كنت موظف بقى ما كنتش هعرف اعمل، ولا كنت هعرف اعمل، ولا يعني عارفه الافكار دي. لا بلاقي نفسي لا انا ما كنتش هعرف خدت على حياتك بالشكل ده. انا خلاص انا حياتي بقت كده من وانا صغير. يعني انا بشتغل من 89 تقريبا، يعني وانا كان عندي 7 سنين. فخلاص انا جوه الحدوته من وانا عندي 7 سنين، فانا مش عارف اخرج براها. لا ما تخرج براها ابدا، لانك انت ما شاء الله عم تعمل شغل جامد. بالضبط. ان شاء الله من نجاح لنجاح. طب بدي ارجعك شوي كمان لايام زمان، انت اشتغلت بكرتون سواء كان دوبلاج او بوجي وطمطم وزازا وقرقير وحاجات كتير. ايش اقرب شخصيه لك من الكرتون؟ مش ضروري من الاشياء اللي انت عملتها، ممكن تقول لي السنافر يعني بغض النظر. اشتغلت فيها برضو. لا اجل. ايش اصلا كنت شرشبيل؟ لا مش فاكر والله. عايز اقول لك ان في اعمال كتير انا ما ببقاش فاكرها، بلاقي ناس بتفكرني بيها، انت عملت كذا، ويبعتوا لي يقولوا لي لا انت اهو، ويبعتوا لي الفيديو فابتدي اركز في الفيديو فاقول انا فاكر ان انا فالسنافر حتى السنافر اشتغلت فيها برضو، بس انا مش فاكر كنت. انت الدوبلاج قريب منك قوي، يعني انت بتحب الصوت، ما تحبش تطلع زي ما طلعت كده في المسلسل وانت صغير في عبد الوهاب؟ لا 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 خالص. ليه؟ هو خلي بالك كل واحد منهم ليه متعه. يعني انت غبت فتره كبيره عن التلفزيون، عن ان انت تطلع في الكاميرا. غبت فتره بتاعت الاخراج مش الدوبلاج، يعني مش عشان لا الدوبلاج. انا بتكلم في التمثيل بقى. في التمثيل عشان خاطر الاخراج. يعني يمكن من اخر حاجه انا كنت عاملها كان فيلم سامي اكسيد الكربون وامن دوله، الاثنين كانوا في نفس السنه تقريبا. كان 2012 تقريبا او 2011. من 2011 من بعد الفيلمين دول انا كنت مقرر ان انا عايز ابتدي شويه اخد تجربه الاخراج. فيمكن هو ده اللي بعدني شويه. لكن كل الناس بتبقى فاكره ان الدوبلاج هو اللي خدني من قدام الكاميرا خالص، يعني لان الدوبلاج بالعكس برغم ان هو فن صعب شويه لكن هو اسهل في التظبيط بتاع المواعيد. هو متعة طبعاً. كل حاجه فيهم، كل قسم منها في يعني من الحاجات دي في التمثيل متعه. الاذاعه متعه، الدوبلاج متعه. مع قافل على نفسك مع ورقه وبتعيش وبتدي بقى كل الاحساس طبعاً اللي عندك ليه. ما هو وده صعب، انك تطلعي الاحساس بتاعك بصوتك بس مش بوشك، مفيش عوامل مساعده، على وش حد تاني مش انتي. فده حاله صعبه شويه. طب شوف انا اليوم حابه هيك نختم فقرتنا ببرنامجنا بصوتك، بس بصوت شخصيه من الشخصيات اللي انت اديتها، بوجي طمطم اللي بدك اياه، يعني اي شيء هيك بطريقتك تختم لنا الفقره. وبرضه اي شيء حابب تحكي للمشاهدين، الكاميرا قدامك والهوا لك. طيب انا دايما بحب يعني اقرب شخصيه دايما بحبها يمكن شخصيه زازا في زازا وجرجير. ف انا متشكر جدا ان انا كنت معاكم، ويا رب اكون كنت ضيف خفيف عليكم، وكنت مبسوط ان انا كنت معاكم، وميرسي على الاستضافه الحلوه دي، ويا رب تكونوا اتبسطتوا واستمتعتوا. ميرسي جدا ليكم. جميل جدا. يلا فاصل سريع جدا واكيد مكملين بعديه، ما تروح بعيد. شكرا لك الفنان الجميل معوض اسماعيل، اهلا وسهلا. ميرسي، شكرا ليكم وشكرا للساده المشاهدين. لسه مكملين معاكم بفقرة سبعيناتي تسعيناتي ألفيناتي. يعني فعلا المميز بهاي الفقرة أنه ضيفنا مش مصمم أزياء عادي، لا أبدا، عنده بروجكت عن جد كتير حلو، والفكرة فيه هي دمج الأجيال والثقافات، وبنفس الوقت أنه خلينا نحكي خلال موضة الرجال بده يرجع موضة السبعينات ويدمجها بموضة الألفينات. أكيد رحبوا معي مشاهدينا بضيفنا مصمم الأزياء أحمد السني. مساء الهلو. مساء الجمال. كيف حالك؟ بخير. شو أخبارك؟ تمام؟ بخير، كله تمام الحمد لله. صراحة أنت من أول ما فتت على الاستوديو عم بتطلع على اللبس بتاعك، مميز جدا يعني. Thank you. ما بتلاقي حدا لابس سوت بالطريقة اللي أنت حضرتك لابسها، فأنا كتير سعيدة لوجودك معنا اليوم بهو وهن. وبدنا نبلش يعني يا أحمد،
احكي لي اكثر عن تصميم اللابسو بدايه اوكي بدايه كده. هو انا تصميم البدله دي هي اصلا ايميتيشن از سبعينات تسعينات اوكي من الويدي. في نفس الوقت اخترت تكون شكل الشو السوت نفسها تكون كاجوال سوت فليكسبيليتي جدا، اقدر ان انا حتى انزل بيها على صندال مش شرط اكون لابسها مور فورمال. شكل السوت اكتر ان هي تكون تنفع لايفنت، تنفع كمان لاكتر من حاجه، هي مش شرط تكون سوت فانا يا اما هروح بيها بنك او شغل او هروح بيها مثلا فرح مناسبه. اختياري بس في البدايه انا البروجكت زي ما حضرتك قلتي ان انا كان الجايد لاين بتاعتي او الفيجن، انا شويه تربيت في شارع المعز فهو مكان اثري جدا اكتر من 8000 سنه. المكان كله آثار وحتى هيبان مع حضرتك كان في الريل التصوير اللي انا صورته للكولكشن بتاعتي كانت هناك اوكي. في اكتر من مكان اثري يعني. بالظبط هو مكان فينتج وفي نفس الوقت حتى الاكسسوارز اللي انا بستخدمها في السوتس هي بتكون فينتج، ما بتكونش يعني ما بتكونش لامعة قوي يعني بتكون شوية مطفية أو أوكسدي. ده كان ده فكري في البداية خالص. بالنسبة للسود بتاعتي هي الماتيريال بتاعتها داخل فيها أكتر من حاجة، مش بس نسبة قطن، أنا مدخل فيها نسبة فيسكون، فيها نسبة بوليستر. الحاجتين دول أولا بيحافظوا على درجة لون البدلة اللي هو طبعا البوليستر ما يكونش فيه لمعه بالظبط، ما بيكون ما تلمعش معاكي، وفي نفس الوقت بيحافظ كمان على ان البدله ما تكرمش يعني ما يبقاش فيها سكراتشز او ان هي تكون يعني في طول يعني انا بلبسها مثلا يوم كامل لا انا باين ان هي لسه مشدوده اوكي. بس بدي اسالك يعني هدول القماش والنسب تبعت القطن والبوليستر هدول انت مثلا في مصنع معين تحكي له انا عاوز قماشه بالمواصفات دي؟ بستورد اكتر الماتيريالز بتاعتي من بره تركيا اوكي. الفابريك هناك حلوه جدا طبعا. في نفس الوقت في حاجات مميزه برضو، في حاجات من اكسسوارز بجيبها من الهند ان انا شويه بحب شكل الهنود وبحب لبسهم، بحب البيزلي او القماشات اللي بيكون فيها شغل كتير فده اي ثينك ان هو بيرفلكت على الطابع السود حاجه مختلفه اوكي فهمت عليك. طب هلا يعني احنا اذا بدنا نرجع بالوقت لورا يعني موت السبعينات مختلفه تماما عن التسعينات، يعني في فرق شاسع خلينا كبير. نقول كيف قدرت تعمل هذا الدمج بين هاي الحقبات الزمنيه؟ اكيد بصي انا في بدايه الموضوع في بدايه الامر خالص ايميتيشن الروب زمان في السبعينات كان الراجل يصحى من النوم يقعد في التراس مع الروب بتاعه، قافل الروب بحزام بيكون حرير بلت او بيكون حرير في نفس الوقت يقعد يقرا الجورنال. جات لي الفكره من هنا ان انا اعمل سوت، ودي كانت اول حاجه جت في دماغي في بدايه السنه. عملت بدله فعلا لبلوجر معروف جدا كانت بلت لوبس، هي كانت بحزام اوكي، وكان في نفس الوقت استخدمت فيها اكسسوار سيمبل جدا اوكي. في نفس الوقت دخلت معاها كمان الهاي ويست هذا التراوزر، هو في ناس يعني بالنسبه لها ده في البدايه كان ترك اللي ليه ألبس هاي ويست ده شكله يعني وومن اكتر من مان الكلام ده. لا اخترت ان يكون يعني اجازف زي ما بيقولوا جازفت بالفعل وعملت ده ونجح نجح. لا هو الهاي ويست كمان بالتوكسيدو بيكونوا لابسين هاي ويست كمان ده حقيقي التوكسيدو أوكي. بيكون فيه بلت ستان بالظبط، فده انا استخدمته ان هو يكون منه فيه هو سات على بعضها بنطلون بهاي ويست وفي اكسسوارز موجوده فيه بترفلكت على التراوزر ان هو يكون ريتش شويه اوكي تمام اوكي كملي. بعد كده ابتديت ان انا اشتغل على شكل اللابيل. اللابيل هو معروف المتداول اللي هو الناتش لابيل اللي انا لابسه ده اوكي. البيك لابيل هو مش سبعيناتي قوي وكمان هو اقدم من كده، بس استخدمت كمان يكون اللابيل عريض اوكي، وبستخدمه انا كاز ستايلست بحط ده بيبقى نسبه وتناسب حسب الشيبنج اللي قدامي تبع الجسم بالظبط. ممكن واحد يكون مش معريض من فوق وعنده بطن مثلا فده بقول له البيك لابيل هيعرض الكتف فيديك عرض كتف اوكي، وفي نفس الوقت يديك شيبنج ويست فيبقى شكله حلو عليك.
في ناس غير ممكن يبقى في حد هو اصلا عريض وما شاء الله عنده وسط، فلو حطيت بيك لابيل هيبقى انسان آلي مثلث هيبقى مثلث، فبضطر ان انا اقول له لا الناتش لابيل هيكون احسن كتير وبيكون لايق عليك. فدي بتبقى نسبه وتناسب. طبعا في بقى الكول شال اذا كانت ان هي تكون بتاعه الويدنج، في برضو في الماوكولار زي اللي انا لابسها في الشيرت ده بتبقى موجوده، في بليزرات موجوده دي ايميتيشن اللي هي للتشاينيز كولار. اه صح مظبوط، ودي بتبقى حسب كل كلاينت. لكن الفكره نفسها ان انا حطيت دمشت زي ما حضرتك بتقولي السبعينات والتسعينات، دي كانت الفكره بتاعتي ان انا ادخل الشارلستون مع هاي ويست مع بيك لابيل مع كمان فكره ان انا احط البلت اللي بيكون موجود. وعملت له البدله كامله وكان سعيد فيها جدا وعملت بومينج الحمد لله. بالذات انه بلوجر فاكيد في له كثير فولورز يعني، وانا متاكده طبعا هي الدنيا زي ما بيقولوا اذواق يعني، انا متاكده زي ما هو مثلا كان جريء هو جريء. يعني في كلاينتس عندك بيكونوا هالقد جريئين بيطلبوا اشياء هيك غريبه، ولا انت مثلا بتقنع اللي قدامك بالفكره اللي انت حابب انه تلبسه اياها او الفيجن تبعتك له؟ بص زي ما حضرتك قلتي بالظبط، انا باخد وقت في الاقناع ده لازم، ان احنا كعرب عموما ما بنعرفش نستخدم الحاجه لاول مره، لازم يكون في حد جريء زي البلوجر ده اللي عمل. لكن في مثلا في كلاينت زي ما حضرتك بتقولي عنده القابليه دي ان هو يجرب، وفي ما عندهمش، فيبتدي ان انا اقنعه ان ده هيبقى شكله حلو، ومش شرط يكون الفيرست لوك. انت لو في عرسان كتير الفتره الاخيره احنا بقالنا سنتين في الموضوع ده بيلبسوا تو لوكس في الفرح فيرست وبيكون الثاني او النكست لوك بالظبط. ببتدي ان انا اقول له ده خلي ده اخلي الفيرست النورمال ونحط حاجه ريتاتش كده تعمل حركه حلوه. لكن احنا كمصريين او كعرب زي ما بقول لحضرتك في البدايه بناخد وقت على ما بنجرب الحاجه. زي بالظبط السكيني اول ما نزل، زي بالظبط الدينمز اللي بيكون فيها ربد اول ما نزل للمان خدنا وقت، البوي فريند الكات الكاروت فيت صحي اولها الواحد بيستهجن بعدين بس يشوف الكل لابسه بتجرأ يلبس بالظبط. هي هاي الفكره يبقى موجود فعلا بره كتير جدا خلاص، الهاي ويست وكمان الفرونت بلنتد اللي هي فيها كسرتين بتوع زمان دخلتها برضو مع الهاي ويست ده بقى موجود برضو. طب يعني صراحه في صور عم تنعرض عنا على الشاشه، حابه اسمع منك هيك تعليقات عليها، ايش مثلا بتحس هاي الصوره؟ الحلو انك انت نفسك الموديل للتصاميم بتاعتك. خبرني ايش بالنسبه لهاي الصوره، ايش في بتحس كيف بتحبها؟ فرجيني قد ايه بتحبها. انا كثير بحب صوري يعني بحبها جدا، مش غرور ولكن بيكون الموضوع انا بعرف ازاي اعرض حاجتي كل واحد وفي نفس الوقت انا يعني مثلا تلاقي حضرتك لو انا بلبس حد فبهتم قوي بالديتيلز اللي هو الفاينل واهتمامي بدقة التفاصيل ده اللي بيبرز شياكه الحاجه. أوكي. مش شرط تكون الحاجه دوشه. بالنسبه للكولكشن هنا انا اشتغلت هو على بالنسبه للصوره دي الاكسسوارز موجود فيها الشامبين، دخلت حتى الباتنز اللي موجوده في الكم شامبين هاي ويست وشارلستون الاكسسوارز حتى اللي في الايد اخترت حاجه تماتش مع الكولكشن. اوكي. اخترت الكات كمان تكون ريلاكسد فيت، ان في كتير كلاينت لما بيجي يلبس سوت بيحس ان هو متأيد. فانا اخترت الماتيريالز بتاعتي كلها يكون داخل ده في كل الماتيريالز بتاعتي بدخل فيها على الاقل 5% ليكرا. اوكي. الاليستن في حركه عشان يكون في اريحيه. أوكي. وفي نفس الوقت انا ما اكونش لابسها 6 ساعات فرح مثلا فهبقى مخنوق. أوكي. لا انا مديك اريحيه انك انت لابس سوت شكلها حلو ترندي وفليكسيبيليتي وفي نفس الوقت لا انت حاجه باينه ان هي ريتش جدا وقيمه. طيب وبدي اسالك سؤال بالنسبه للاكسسوارز، يعني هلا ايش الفرق بين هم مش كفلينجز الزرار اللي بتكون موجوده على الكم تبعت البدله؟ في مرات بتلاقي ثلاثه، مرات بتلاقي اربعه، مرات بتلاقي بس واحد بيكون وفي كبير وفي ما فيش خالص كمان. وفي ما فيش خالص، ايش يعني ايش موضه لاي سنه ولا ايش الدارج هلا خلينا نقول؟ الدارج الفتره الاخيره دي اللي من غير باتنز خالص زي ما انا لابس هنا. أوكي. وده بحطه في الكاجوال سوت زي ما قلت لحضرتك عشان ما يبقاش فيها دوشه كتير. ايوه. في نفس الوقت يكون شكلها مريح للعين. اوكي. اقدر بقى العب في الاكسسوارز اللي هلبسها. أوكي. لكن الفكره ما بين ان انا البوتنز الثلاثه او اثنين او واحد ده بيرجع لكل بلد. اوكي. زي الكات بالظبط، الكات مثلا عند حضرتك في الوان فنت اللي هو الفتحه واحده من ورا في البليزر. أوكي. في التو فنت
في بقى ده بيختلف ان الوان فينت مثلا بيكون امريكان, بيكون الايطالي, التو فينت فورمال شويه اكتر, وكل مع كل ديزاين من ده ببتدي ان انا اقلل في عدد الزراير. في مثلا نو فينت خالص, في من غير فتحه خالص, وده بيكون without بوتنز. اي كلياته بيعتمد على الفتحات اللي ورا, الفتحه يعني واحده بيبقوا ثلاثه, فتحتين اربعه, ومن غير فتحه خالص ده من غير زراير. والله بتعرف ومنكم نستفيد يعني احمد. طيب وشغله ثانيه الاكسسوارز, هلا مثلا انت كنت عم تحكي الفينتج, بكون انت عم تحكي على الخواتم والحاجات ديت ولا برضو على الزرار اللي بتكون موجوده؟ بتكلم على الاكسسوارز برضو اللي بتكون ملبوسه. انا بختارها بصراحه مش بعنايه, بعناية دقيقة قوي. أوكي. ده اللي هي, وفي نفس الوقت لما بيجي أحد يستشيرني أكيد بديله رأيي بمور ساتسفايد عشان يكون هو حاسس بأمان وهو شغال معايا, عشان قد إيه أنت مش ببيع وخلاص. أنا كونسلتد, كونسلتد بحط لك خطة أو جد لاين تلبس إزاي بالضبط, وهو الهدف تبعك بالنهاية يكون إشي ستايلش ومختلف, وهو كمان مرتاح بإيش لابس الكلاين تبعك بيكون. طيب يعني ايش ردت الفعل تاعت الناس اللي حواليك يعني لاول مره طلعت؟ ما عم بحكي هلا, اكيد هلا انت شخص معروف وكثير في ناس عم يعني, قبل شوي قلت لي على البدله اللي صممتها الفرح, حنتكلم اكثر عن الموضوع ده, بس انا عاوز اعرف ايش اول ردت فعل لقيتها من الناس اللي حواليك. اكيد انت بلشت على حالك. اكيد. اوكي, شو كانت ردت فعل الناس؟ ردت الفعل كانت هي كانت صادمه ومش صادمه, يعني كان في ناس اتليست كانوا انبهروا, فكرة جديدة شكلها مختلف جدا, حلو, مختار لون كويس, مختار ماتشنج اكسسوارز حلوة. وفي ناس لا, يعني الشكل البدلة بالنسبة له بليزر تو بوتنز او وان بوتنز من قدام اللي هو الكلاسيك العادي, وده افيلبل انا بعمله اوريدي, بس انا الفكرة كلها ان انا ازاي اتميز, ازاي احط الطابع الخاص بتاعي. في نفس الوقت انا مش عايز اخاطب كاتيجري واحد. اوكي. لا, انا عايز اخاطب اكتر من كاتيجري. ففي ناس قابلت وفي ناس ما قابلتش, ولازم يكون في اعتراض وفي يعني في ضد ومع. لو ما فيش ده انا مش هكون ناجح. بالظبط. ان الضد ده اجيال مختلفه انت عم بتكون فيها, يعني في الشباب طالع دلوقتي, في الشباب اللي من جيلك, في الاكبر, في الاكبر من هيك المتعودين على الحاجه الكلاسيكيه. يعني انا ملاحظه انه لما انت تحكي بدله على السريع اكسسوارز هي مكمل بالنسبه لك. ممكن بس تفرجينا هيك على الشاشه, نفرجيهم عن جد, حابه اشوف الكل يشوف الاكسسوارز اللي احمد لابسها. يعني بتلاقي في شيء البلين وشيء في, اولا انا الختم ده بحبه, انا برج الجوزاء. اوكي. فده وشين. اوكي, تمام. يا لهوي. بس انا مش بوشين خالص والله. اوكي. بس حبيت, انا بحبه بصراحه. اوكي. ده برضو فيس. اوكي, ماشي, تمام. ده بلينتد خالص, وده في في رسمه خفيفه خالص موجوده في اكسسوارز. انا مختار بريسلت تكون شكل البلت, والساعه والبريسلت. انا اتليست بحب يكون شكل الساعه معاها بريسلت دايما, يعني دايما. طيب اوكي, يعني انت هلا مثلا الاكسسوارز اللي لابسها زي كانك عم بتطلع شخصيتك كمان نفس الشيء بتعمل مع الكلاينتس تبعونك احمد؟ مش بفرض عليهم, بس لازم يكون موجود ساعه وبريسلت ماكسيمم والدبله. اوكي. وده بيختلف من كلاينت لكلاينت, في بيحب يجرب الفكره وبتكون حلوه وفي اوكي. يعني صراحه كثير كان هيك لقاء شيق معك, بالذات انه انا مثلا بنوته فمش كثير بعرف هيك, وانا متاكده انه في كمان نسبه كبيره من الصبايا والستات عم بشوفونا. فحلو الوحده مثلا ممكن حابه تفاجئ جوزها, تعمل له تصميم معين. اي صبيه مثلا بدها تخطب بدها تكون زوجها يكون مختلف عن باقي العرسان اللي بيكون لابسين, يعني فعلا في تاتش مختلف عندك احمد, وهذا اللي بيميزك زي ما انت قلت. جدا كنت سعيده بوجودك معنا, واكيد لنا لقاءات جاي اكثر واكثر واكثر ان شاء الله. بالعكس, شكرا لك كمان مره, شرفت بيكم بجد, وكانت الحلقه خفيفه وظريفه, وبجد الكرو كله حلو وروحكم حلوه. ثانك يو, اكيد مبسوطين كمان مره بوجودك. مشاهدينا بريك سريع واكيد مكملين, ما تروحوا بعيد. فور
ورجعنا لكم تاني يا احلى ناس في العالم في هو وهن. وانا قررت النهارده احتل الدريسنج روم او غرفه الملابس، وكمان جبت بقى فيها ايه، جبت فيها لبس رجالي وجبت ستايلست معايا، صديقي العزيز الاستاذ الستايلست صانع المحتوى احمد محمود. منور يا احمد. حبيبي عمو، منور انت اللي منور والله. انت النهارده بقى هتقول لنا حاجات كتير، بس قبل ما ندخل في الحاجات الكتير دي انا اعمل لك فولو على الانستغرام. طبعا احنا اصحاب، نتكلم على الانستغرام. اكتر ناس الجمهورك يا حبيبي والله. حبيبي. انا كمان حبيبي. لان فعلا مش ناس كتير بتتكلم في لبس الرجاله وبتعمل حاجات محتوى متخصص للرجاله، وشكرا ليك انت بتعمل كده. حبيبي. لان احنا غلابه في مصر، وفي فاشونيستاس كتير، وفي ستايلستس كتير، وفي مودلز كتير بيتكلموا عن الفاشن بتاع الستات، وطبعا في التلفزيون في كل حته، بس للاسف مفيش ده كتير على التلفزيونات وعلى السوشيال ميديا. فانا مبسوط جدا جدا ان انت معايا النهارده. حبيبي حبيبي. هو احنا بنكسل، بس احنا كرجاله عموما بنكسل. احنا عايزين نبقى بشكلنا احسن وعايزين نلبس كويس، بس احنا بنكسل. فاحنا لو قلنا بس شويه تفاصيل بسيطه الموضوع خلص خلاص. صح. في رجاله ممكن زي البنات بالظبط، هو يبقى محرج ان هو يلبس المايو كده على البحر وخلاص يبقى قاعد. طب يلبس فوقيه ايه بقى؟ فيلبس فوقيه حاجات، في حاجات كتير. ممكن يلبس تي شيرت بيزك مثلا او في، ممكن يلبس التانك توب. تانك توب ده من اكتر الحاجات الاندر ريتد، اللي هو الكات. اللي هو ممكن توريه لنا كده عشان هم يعرفوا ايه هو اللي هو الفانيلا. بالظبط، فانيله الخروج. بس دي مش اندر وير، دي بتبقى من ماتيريال معينه زي ما انت شايف كده، وفي معينه بتتلبس لوحدها لو على البحر. دي الحاله الوحيده اللي مسموح ليك تلبسها على البحر. ان هي تتلبس لوحدها، لان انت لو خرجت بيها كده اكيد مش هتبقى الطف حاجه. الا لو انت عامل بقى عضلات وكده ورايح مثلا حفله على البحر الصبح، برضه على البحر. أيوة. لكن لو بره مثلا خارج رايح المول ما ينفعش تخرج اي حاجه كاجوال. بس في والله ناس بتبقى صارفه على عضلات وكده، فبتبقى بتروح كده المول بشوفهم. ممكن، بس هي انا ما اجرؤش اعمل كده، وما حدش يقدر بصراحه. بس هي تتلبس بقى فوقيها حاجات لو بره، فهي جوكر، لان هي بتخلي الشخص المليان ما بيبانش التفاصيل بتاعت جسمه. بس لو ضيقها هتبين. ما لا، ما هو بيتلبس فوقيها حاجه، ما هو بيتلبس فوقيها مثلا عليها قميص مثلا، هيفتح القميص. فهو بالتالي لو عنده اي ديفورم في جسمه مش عاجبه، هو خلاص كده مش هيبان خالص، لان هو لابس حاجه واسعه على البحر. لو حد رفيع نفس الموضوع هتديله فوليوم، هتديله حجم زياده، لان هو برده هيبقى عامل، هيبقى يعني واخد مساحه كده، فهيبقى بالتالي شكله مش رفيع قوي. بالظبط. فدي من اهم مميزاتها، ودي تبقى حلوه جدا على المايوهات وعلى الشورتات، وليها اكتر من ستايل لطيف جدا ممكن نتكلم عنه بقى. طب وريني بقى الستايلز الثانيه. انت جايب لنا حاجات كده اهو، عايز تقول لنا نصايح الناس تلبسها. ده برده من القمصان اللي هم بيسموهم ايه بقى، الفسكوز. دول دي بحبهم قوي. دول عندي كل الالوان والاشكال اللي في الدنيا. تحفه تحفه. القمصان دي طبعا بتديك امبريشن الصيف، تديك كده انطباع صيفي جدا جدا، وفي نفس شكلك مهفهف كده وانت ماشي. بالظبط بالظبط كده. زي ما انت شايف الكولا بتاعتها بتبقى زي الكولا بتاعت القميص العادي، بتبقى متنيه كده، متنيه ومفتوحه. الباترن اللي عليها اسمهم ايه القمصان دي، او الستايل ده اسمه ايه من القمصان؟ ده قميص عليه باترن كويس، بيبقى عليه اكتر من باترن. ده مثال مثلا، لكن مثلا في قمصان فلور، بس انا قلت اجيب حاجه عامة شوية تنفع للبحر وتنفع لغير البحر. كل الناس قدرت تلبسها. وريهم ان الكاميرا ممكن تقلبه كده عشان يشوفها الكاميرا. بصوا طيب. ده القميص، ده القمصان بتلبس دايما في الصيف، هتلاقوها منتشرة جدا في كل محلات اللبس دلوقتي. في منها اشكال كتير، في منها مخطط زي ما انتم شايفين، في منها كمان اللي عليه رسومات مختلفة. بالظبط كده. طبعا يعني هو ده برضو بيبقى حلو جدا لو اتلبس تحت يعني. ده هيبقى حلو قوي. دي حاجه. الحاجه الثانيه برضو في تيب للناس اللي دراعها مش بيبقى كبير. مش مليان قوي، لو شمرت القميص ده تشمرتين بتطلع عند اكتر حته واعرض حته في الدراع بتاعك. انا بعمل الحركه دي فبيبان. بالظبط كده. فبيبان ان انت دراعك حلو قوي. فدي برضو من ضمن الحاجات دي. طبعا ده ممكن يتلبس تحته مثلا مايو، ممكن يتلبس تحتي شورت. انا جايب دينيم شورت او شورت جينز، هيبقى لطيف جدا عليه، هيدي انطباع الصيف لو انت في اي حته فيها بحر. وعلى فكره الاوتفيت ده ينفع جدا 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 في البحر او بره البحر. في بقى تفاصيل احنا طب ممكن تحطهم كده نشوفهم تحت بعض كده. اوكي، عشان الناس تتخيل شكلهم يبقى عامل ازاي مع بعض. طب ده يتلبس ايه تاني غير مع الجينز؟ ده يتلبس على شورت، ممكن شورت بيج مثلا، ممكن شورت بيج يبقى حلو. لا انا قصدي القميص يتلبس ايه على ايه، من يعني ممكن مثلا شورت جبردين طبعًا. ولا لا طبعًا. شورت كتان طبعا طبعا. ممكن انت عندك مثلا الستايل ده، عندك الستايل ده البنطلون الكتان ده من اكتر الحاجات
الترندي جدا جدا بقالها كذا سنة، بقالها أكتر من سنة. البنطلون الكتان في الصيف بيبقى مثالي جدا جدا للرجال، ان هو اولا ليه فوائد علاجيه، بيدخل الهواء للجسم، الفابريكس او الماتيريال بتاعته مريحه جدا، مناسبه جدا للصيف. ده مثلا هيبقى حلو عليه، هيبقى لطيف جدا جدا عليه، ممكن تلبس. وده يتحط جوه ولا بره بقى على البنطلون ده؟ حسب كل واحد. وانا ساعات بعمله كده وساعات بعمله. طب لو واحد عنده كرش يحط جوه ولا ما يحطوش؟ هيبروز الكرش؟ حسب الكرش برضه، حسب في كرش شياكه، حسب نوع الكرش. لو في كرش بيبقى كرش الشياكه شكله حلو، فاهم؟ اه والله في كرش تاني بيبقى يعني نازل كده بيبقى شكله حلو، لكن أيوه. في كرش عادي بيبقى لا يعني جدا. يعني لو انا مثلا الكرش كرش مش نازل، كرش منفوخ سنه صغننه، ده حلو جدا، ده هيبقى حلو جدا. احنا اتكلمنا عن كرش كتير في البرنامج، حاسس ان انا مش مرتاح قوي يعني. لا 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 خالص خالص. فالموضوع ملوش يعني ملوش قاعده ثابته الا على حسب الحاجات. احنا بندي جايد لاينز البني ادمين بالظبط، انت بتدي يعني جايد لاينز يعني تعليمات عامه بالظبط، فانتوا تقدروا تمشوا عليها بالظبط. طيب في برضو من ضمن الحاجات اللي ممكن تبقى في الصيف على البحر لطيفه جدا، الفيدورا هاتس الشكل ده، الطاقيه بتاعت المفتش كرومبو بالظبط، اسمها بالانجليزي الفيدورا هاتس دي. اولا لو هناخدها يعني كفاعليه، هي زي ما انت شايف بتحميك من الشمس كده كده، غير كده شكلها بيبقى حلو قوي على البحر. في منها خامات مختلفه، في منها خامات مختلفه جدا، في حاجات خوص كده بتبقى أيوة، حاجات صيفيه جدا، في الحاجات الشكل ده ممكن تبقى حلوه برده على الاوتفيت ده، ممكن تبقى حلوه على اي يعني ملهاش اوتفيت معين، ملهاش اوتفيت معين، تحمينا برده من الشمس يعني ليها فايده مش مجرد بس شكل بالظبط كده. فدي برده من الحاجات اللطيفه جدا. طب ودول نستعملهم ازاي بقى؟ انا عايزك توريه لهم كده، تمسكهم لهم. ده بوكت سكوير، ده او منديل، فايدته ان هو بيتحط في البليزر من فوق كده، بيطلع منه. خليني اوريك كده ازاي بيبقى. في اللي اكبر منهم شويه بتلبسه على الرقبه، ناس بتلبسه على الرقبه طبعا، بيبقى يحطهم جوه القميص، بيبقى حلو. انا جدا كنت بعمل جدا الحركه دي من 3 سنين كده، بس ده صغير، ده ده للجيب، لكن الحاجات التانيه دي طبعا بتبقى حلوه جدا، خصوصا لو انت مثلا في حته لا اوكي، خصوصا لو انت في حته بره مصر، في الحاجات اللي هي ايه شكل السراوندنج بتاعك شكله فيها ان انت المحيط اللي حواليك بالظبط كده. فده بيتلبس بمنتهى البساطه كده وبيتحط بالشكل ده، بيدي كده شكل لطيف جدا، بيعمل جداً كونترست لطيف قوي. او ممكن نحط النضاره كده زي ما انت قلت بالظبط كده، ممكن نحط النضاره بالشكل ده بيعمل كونترست. احنا الاكسسوارز بتاعنا مش ما احنا هندخل على الاكسسوارز بالظبط بالظبط. الاكسسوارات بقى مثلا يعني احنا لو مسافرين، طبعا احنا لو في مصيف مش هنلبس اكسسوارات كتير قوي أوكي، عشان يعني مصيف، فمش هناخد معانا اكسسوارات كتير، وهي حتى سهرات المصيف بنبقى مينيمال او بنبقى بسيطين بالظبط، لان الموضوع صيفي وكده مش زي الشتوي. الشتوي بقى بنزودها شويه بنزودها شويه في الطبقات بتاعت اللبس وكمان في الاكسسوارات. فقول لنا ايه الاكسسوارات اللي انت محضرها لنا هنا اهو، وايه اللي ممكن نستخدمه، وايه اللي يتلبس على ايه؟ هقول لك حاجه، من اكتر الحاجات اللي احنا بنبقى في المصيف فيها محتارين يعني متلخبطين فيها، ان احنا معانا مثلا موبايل ومعانا محفظه ومعانا كام بالزبط حاجه، مش عارفين نحطهم فين، واحنا جبنا صغير يعني بالزبط، اللبس قليل في الصيف بالظبط كده. فمثلا باج كروس باج زي دي هتبقى لطيفه جدا، مش بتاخد حاجات كتير، اللي هو بالظبط اللي انت محتاجه عشان يشوفوها، اللي هو بالظبط اللي انت محتاجه، مش محتاج اكتر من كده. تحط فيها محفظه، ممكن تحط فيها الموبايل، ممكن تحط فيها مثلا الفلوس اللي انت نازل بيها وخلاص، بدل ما تاخد معاك حاجه كبيره تبقى واخده معاك حجمه، ومش هتستفيد بكل الحاجات اللي جواها. في نفس الوقت في كمان اللي هي اللي بتلبسه على الويست والفاني باجز، بس على حسب انت لابس ايه بقى. يعني الويست باج مثلا لو انت لابس حاجه يعني مينيمال شويه، مش هتبقى الطف حاجه الا لو لابسها كروس مثلا. في ناس بيلبسوها كروس كده، في ناس بيحطوها على وسطهم بالظبط. وفي انا صراحه عندي كده شنطه صغيره بحطها جوه البنطلون نفسه، بحط فيها الفلوس والكريدت كارد او الايربود مثلا كفر ولا حاجه يعني. لا مش هي دي بس، مش مستاهله. وبروح بقى بنزل كده ومش حاطط حاجه في جيبي، هو موبايل بس. نفس الموضوع برضو في الوالتس نفسها، نوع الوالت اللي انا برشحها دايما هي الكارد هولدر، اللي هي زي مثلا اللي هي بتاع الكروت، حامل الكروت بالظبط، زي دي مثلا.
حاجه مش بتاخد مساحه خالص في جيبك. صح. انت الفلوس كده كده مش محتاج تحطها في محفظه، ممكن تحطها في جيبك، لان احنا اغلبنا ما بيشيلش فلوس كتير دلوقتي. بالظبط، بقى كله كريدت كارد. بالظبط، ودي كمان في منها بتلزق في الموبايل من ورا. انا عندي واحده دي لذيذه جدا جدا. فانت هتوفر معاك في المساحه، وفي نفس الوقت مش هتضيع، مش هتقع منك. صح. مفيش احتمال ان هي حاجه تحصل حاجه زي كده. هي يعني وانا لما بسافر بخاف تتسرق مش تقع. بالظبط، فهنا في مصر امان، ما عندناش الكلام ده، فتمام. بالظبط كده، ودي طبعا تبقى مصيبه لو بره مصر. حصل لي، لسه حصل لي، تفكرنيش. فعشان كده، عشان كده بقول لك فكره الشنطه اللي جوه البنطلون، من كتر ما خلاص بقى اتسرقت. اللي اتقرص من اللي مش عارف ايه بينفخ في الزبادي. بالظبط كده. ايوه هو ده، بتسحب الشوربه. ف قول لي كمان الساعات، الناس برضو تبقى محتارة تلبس أنواع سوري مش أنواع يعني ألوان ساعات إيه، وخامات الأستيك بتاع الساعة على حسب اللي أنت لابسه. إيه مثلا مع الكتان اللي ليه كخامة وكلون؟ بص برضو دي ملهاش حاجة قاعدة، ولكن أنا بيرسونال بريفرنس أو تفضيل شخصي، بحب الجلد، بحب الساعات الجلد. عندي أبيض، عندي البني المحروق، عندي الجمالي، عندي حاجات الاستراب بتاع الرابر، رابر شوية، دي بتبقى لطيفة. بالظبط. ما عنديش ستانلس قوي، ستانلس انا عارف ان اغلب الرجاله بتحب الستانلس اكتر، بس هم عشان مش بيشوفوا اوبشنز ثانيه. الستانلس ممكن اكتر كمان يعني تليق على بدل مثلا. وفي نفس الوقت ما تبقاش كبيره قوي، تبقى بالكي، تبقى واخده ما بقاش ان دلوقتي الموضه للساعات الكبيره قوي. بالظبط كده. فدي طبعا فرايتي لطيف جدا، بيبقى حلو طبعا مع الساعه في الايد الثانيه. انت بس بريسلت خفيف كده، مش حاجات كتير. البريسلت اللي هو الانسيال بيسموه، انسيال مثلا او حاجه كده. لو ترجع بس سنه ورا عشان هم يشوفوا ده، وامسك الانسيال اللي انت عايزه. اوكي. بريسلت سواء ميتال او جلد، ده بيبقى لطيف جدا. ان هو ميتال اللي هو المعدن او الجلد. بالظبط كده. في الاوبشن ده بيبقى لطيف جدا، وفي الاوبشن ده بيبقى برضو لطيف جدا. في اللي هم زي السلاسل كمان طالعين دلوقتي موضه، دول اللي هو الانسيالات اللي زي السلاسل. بيتلفوا كذا لفه بس. طبعا خلينا نتكلم على العام. العام دايما الناس بتحبش الحاجات اللي فيها تفاصيل كتير وملفوف كتير، وبيبقى ماشي كده في ايده حاجات كتير. طبعا ده نوع من الانواع، ولكن خلينا نقول ان ده انسيال مش متعرف عليه شويه، اللي هو الميتال او الجلد. اوكي. في نفس الوقت لو هنعلى شويه بقى بالليفل الاكسسوارز، ممكن ان انت تقتني مثلا سلسله بالبندنت بتاعتها، حاجه بسيطه، حاجه بالدلايه بتاعتها. بالظبط، حاجه فيها حجر كريم مثلا، اخضر احمر ايا كان على حسب بنسبك انت الحجر. بالظبط كده. او ان هي ممكن تبقى حاجه ساين او يعني علامه، ساين او علامه كافيه جدا. ان انت الموضوع مش محتاج مجهود كبير، مش محتاج تفاصيل كتير. كل واحد عنده بقى هو الحاجات اللي بيحبها وعارفها. تعال ندخل على الجزم. احنا اتكلمنا عن تقريبا كل حاجه ما يخص الاوتفيت او الطقم للرجاله في الصبح وبالليل في المصيف. تعال ندخل على الجزم، معاك ايه بقى توريه لنا وتقول لنا عليه نصايح نلبسهم ازاي؟ بص يا سيدي، من اكتر الحاجات الاساسيه سواء بقى في الصيف او في الشتاء لازم تبقى عندنا في اي وقت هي الوايت سنيكر. ده لا غنى عنه. الجزمة اللي هي العملية اللي ممكن البيضة. تلبسها يوميا في كل حاجة البيضة. مهم جدا ان هي تبقى كلين. كلين بمعنى تبقى نظيفة. اولا كلين بمعنى ان هي تبقى نظيفة، ان هي مبقاش فيها حاجات كتير، لان طبعا انت عارف الابيض بياخد بيلم حاجات كتير بسرعة. وفي نفس الوقت تبقى كلين من اللوجوز، مبقاش فيها لوجوهات كتير، مبقاش فيها علامات تجارية. بالظبط، ممكن يبقى فيها حاجة بسيطة مثلا زي كده، لكن مش بقى ايه مش كلها عليها دوشة وبتاع. بالزبط. عشان تقدر تليق على اللبس كتير، وعشان تقدر تلبسها كمان على بدلة، تقدر تلبسها على شورت. طبعا بقى في ناس تعمل كده كتير في أفراحها. بالزبط. في المصايف. بالظبط كده. طب ايه تاني المفروض يبقى عندنا؟ بس برضو الأبيض، ناس كتير هتسأل دلوقتي وهي بتتفرج، أبيض في مصر؟ ابيض في مصر يا احمد، هي انا بحبه انت يعني كده كده. انا عندي كذا واحده بس بيبوظوا بسرعه، بجد بيبوظوا بسرعه فعلا. بس انت تقدر تكنترول الموضوع وتتحكم فيه شويه، ان انت تهتم بيها. بالظبط كده. يبقى عندك اكتر من واحده تقدر انت تمندل ما بينهم. دايما ما تجيبش حاجه واحده من نفس النوع وتفضل اكيد. بالزبط. طبيعي يعني عندك عليها هتبوظ. بالظبط كده. بالظبط. طب تعال نروح سريعا لبقيه الجزم عشان احنا قربنا نخلص الفقره، بس انا مش عايز اخلصها لان انا عمال بعصرك النهارده واطلع منك كل حاجه. اللوفر اوبشن لطيف جدا. الناس اللي ما بتحبش تلبس الجزم التقليديه اللي هي برباط اللي معروفه دي، بتبقى كلاسيك جدا. ممكن ان هي تتلبس على بدل، ممكن في نفس الوقت تتلبس على كاجوال عادي، بس هي اكتر للبدل. ممكن مثلا يعني دي بدله
اعتقد بيرفكت عليها ان هو يلبس عليها ال ال الكرافات اللي معاها وبرده البدله من نفس الباليتا بالظبط كده. ده نوع من انواع الستايلنج اسمه المونوكروماتيك لوك اللي هو انت بتاخد درجات الالوان وبتعمل الجريدينت بتاع اللون درجاته كلها اللون ده اللون ده اللون ده فانت كده عملت لون يعني اكتر من لون وفي نفس الوقت مش خرجتش بره بالظبط كده. في نفس الوقت دول ايه دول اللي هم بالظبط دي انواع تانية دي سبيدرلز برضو بتبقى مريحه جدا في الصيف فيها الوان كتير انا بحب دايما الالوان يعني مترقعه شويه البيستل كارز كده اللي هي فيها سنت ابيض البهتين شويه بالظبط دي مثلا بتبقى لطيفه جدا لو بتلبسها على حاجه تفصيله مثلا مدخلها هي بتماتش حاجه معينه او بتتناسب مع حاجه معينه ممكن تلبسها على التيشيرت ده ممكن تلبسها برضو على بدله باي ذا واي تبقى حلوه جدا ممكن تلبس كمان البدله الكتان دي مثلا عليها تيشيرت بيضه من تحت وبنطلون كتان على دي تبقى الموضوع هيبقى جامد جدا جدا جدا. احنا محتاجين حلقه كمان مع بعض يا احمد لان فعلا في حاجات كتير عندك هو جايبها معاه حلوه جدا وحاجات كتير بنقولها في وسط المحادثه اللي احنا بنجريها دي بتفهم ناس كتير جدا طبعا. ازاي يقدروا يلبسوا احسن فاحنا محتاجين من ده كتير ومحتاجين أكيد. منك كتير يعني صناع محتوى بيقدموا محتوى محترم ومفيد وليه علاقه بالفاشن الرجال لان الرجاله كمان من جوه كده بيهتموا بس هم طبعا. فعلا زي ما قال احمد مكسلين بالظبط كده. نورتني يا احمد بجد النهارده كانت حلقه جميله جدا بيك حبيبي انا اتبسطت جدا جدا ان احنا موجودين مع بعض النهارده وانا كمان جدا ان شاء الله تتكرر تاني اكيد ده اكيد حبيبي نورتني حبيب. هنطلع فاصل ونرجع لكم تاني في هو وهن ورجعنا لكم تاني احلى ناس في العالم في برنامج هو وهن ازيكم يا هن ازيك يا عمرو عامل ايه ازيك يا مروه عامله ايه منوره طبعا المطبخ واكيد رند منوره كل وقت المطبخ شفت قدمت الفروض الطاعه الاول شوفي. عشان ايه ما تقلبش عليا خلينا هيك بس اوضح لك الموضوع اول مره انت بتطلعي معانا اول فقره في الاول في يعني اول حلقه النهارده واول فقره في المطبخ طيب ركزي معايا بقى يا حبيبتي بصي هذا انسان بضحك عليه بكلمتين ورا وقلم بقى كده عشان نكتب كل الكلام اللي اتقال عليك دلوقتي بيستغلني ارص واعمل كور او اودي اغراض واشياء طب الحمد لله النهارده بتضيفوني عشان اول حلقه فعدتوني بيعذب الفراخ واللحمه وكل حاجه بيعذبها على النار وبيعمل فيها الحمل الوديع لا خلاص احنا نديله فرصه النهارده جديده ايه رايك يا عم والله العظيم انا يعني انا دخلت الفقره بقول لها ورند طبعا العادي ان هي منوره المطبخ بتاعي مش عارف أظن ليه شفت الناس تحكم النفسيات الفرق بيني وبينها اديتها كلام حلو بهدلتني لا خلاص نسيبنا بقى من النفسيات والكلام الوحش نتكلم بقى في الجد وفي الاكل ايه هو بقى النهارده هو ده هو ده هو ده كلام خلاص حبيت مروه خلاص مروه لازم انت تبقي معايا في فقره المطبخ حذرتها انا هنشوف بعد حلقتين ثلاثه ايش راح يصير فيكي اوكي والله دايما بيظلموني كده عارفه اللي هو الصوره اللي على الانستغرام والفيسبوك دي الميم اللي هي فيه تعبان كبرى كده وفاتح ايده كده ظلمني دايما يا رب هو ده عمرو شويه هو ده عمرو لا والله والله ما غلبان يلا النهارده هنعمل ايه بقى هنعمل كفته داوود باشا طبعا كلنا بنحب كفته داوود باشا بس في ناس كتير مش عارفه بتتعمل ازاي وفي ناس كتير بتاكلها بره عند محلات الكبده والسجق في محل شهير بيعملها خطير بس انا بعملها اخطر وكمان هنعمل معاها ايه هنعمل ايس تي ناس كتير برضو لما بتروح اي كافيه بتطلب شاي مثلج فاقول لكم النهارده ازاي نعمل شاي مثلج وازاي نعمل الشربات بتاعه اللي انا مجهزه هنا اهو ونقدر نحتفظ بيه لبعدين عشان نقدر نحطه على اي حاجه بعد كده او نعمل شاي مثلج وقت ما نحب مش كل مره نعمل من الاول خالص فهقول لكم مكونات الاول بتاعه كفته داوود باشا عشان نبدا بيها مستعدين يلا مين هيكور معايا الاول قبل ما اقول مكونات انا اكيد سونا قاعده زي ما انت كنت بتتمنى قبل الحلقه قولي نفسي ابقى اول شيف اعمل كل حاجه وانا قاعد بالظبط والله إيه؟ النهارده ظهري وجعني فمش قادر فبقول لها هو ليه ما يجيبوليش كده هايد شير متحرك امشي يمين وشمال بيه كده بيحول على حاله والله الصحه حلوه التكنولوجيا مش موجوده عيد الفكره مش موجوده انا ماشي ماسك ظهري طيب يلا طيب تعالى نقول المكونات طبعا عشان نعمل كفته داوود باشا محتاجين لحمه مفرومه فيها شويه دهن خفيف بقسماط وبيضة كمان بصل مفروم ملح فلفل قرفة سبع بهارات وشوية زيت زيتون أو زيت عادي ومقادير بقى الصلصة ثوم مفروم صلصة طماطم كوباية طماطم متقشرة ومتقطعة مكعبات صغيرة كمان رشة سكر عشان المزازة الطماطم وشوية مية وقرفة ملح وفلفل وسبع بهارات ونعناع وبقدونس وبس كده
طيب جاهزة؟ يلا جاهزة يلا بينا. يلا تعالوا بقى نعمل أول حاجة أكيد عشان نعمل كفتة. هتجيب البولة وتحطي فيها اللحمة بالظبط والمكونات بالظبط. هنعمل إيه؟ أنا مش هحط بصل فيها، أنا هحط بصل في الصوص. ف ده بقى الجديد يعني شفت. دايما المعتاد أي لحمة مفرومة لازم تمسكها بال في حاجات وحاجات بس كفتة داوود باشا شوية بتبقى مش الكفتة اللي محتاجة بصل بالظبط، هي بتبقى كفتة شوية زي ما بيقولوا مكتومة، بتبقى ماسكة نفسها، لأن محلات كمان الكبدة والسجق بتعملها صغيرة قوي ومكتومة كده ويغرقوها صوص الساندوتش كده اهو. تقعدي تلحوس انا جعان قوي النهارده فهتلاقيني ان انا ايه نشوف اللي بعده بلعب فيها لحظات لسه باولها انا كمان. يلا هننزل هنا اهو كل اللحمه، شكرا جزيلا، وهننزل عليها البضايه وشويه بقسماط حلوين كده اهو تمسك نفسها، الملح القرفه، لا دول هنا اهو انا عندي ملح وفلفل مرتين عشان تعرفي انا منظم جدا طبعا، وهنا شوية سبع بهارات بتدي ريحة خطيرة خطيرة، السبع بهارات فلفل ايش هم السبع بهارات؟ وملح مرات انا بعد بفكر قرفة وبهار وفلفل اسود وملح وايش حبة ونعجن لا انا مش حافظهم، وعلى فكرة كمان كل عطار بيعمل سبع بهارات مختلفين بالزبط. في اساسيين وفي متغيرين، انا دورت على حسب عنها كامل ولا لقيت باي مكان زي الثاني، لا هم كل واحد له خلطته، في ستات بيوت كمان بيعملوا سبع بهارات بتاعتهم، بتخلط كل البهارات اللي عندهم وتحط عليها جوزة الطيب حاجة بسيطة عشان يديكي النكهة او الطعم الحلو في الاكل. ما بعرف احنا ماما صراحة كل شيء لحاله، حتى انا تعلمت زيها قرفة بهار فلفل اسود ملح عصفر كركم زنجبيل تتتت كل شيء لحاله وبتعملهم بالبيت، يعني الفلفل الاسود بيجي حسا وهي تطحن حسا بتغسله وبتنشفه لين بترجع الوسوسة ممتدة عنا بالعيلة انا كمان. فدلوقتي عملنا الكفتة هنبتدي ان احنا نصبعها ونعمل صوص. يلا هدي بقى المروة تعمل لي الكفتات، هي قاعدة بتقول لك يلا وانتي طيب. قاعدة هناك يلا. هنعمل كور كبيرة شوية هنا عشان التصوير أوكي. لان دي الكفتة البيتي، هديكي جوانتي وهجيب لك طبق. انا ايه بستغل مروه من اول الحلقه كده قلت لها انت مبسوطه تتعود اعمل بلقمه بتاعي مبسوطه وكيفه بدل هتندمي فهمتني فهمتني بتقول لك اعمل بلقمتي والله عشان تاخدي الاكل ايوه بالظبط اهو هجيب لك طبق تمام بدك اياهم سيد عمرو شويه كبار شويه كبار ولا صوابع لا كور انا هعملها بقى كور عشان هي طبقات مش صوابع هي اسهل اصلا ماشي فهنعمل ايه دلوقتي هنعمل الصوص يلا يلا بينا يلا بينا اول حاجه في الصوص خالص هجيب البصل والثوم والزيت ونشوحهم في طاسه سخنه على النار لازم اسالك السؤال المعهود مروه ايش اكثر اكله بتحبيها بحب المحشي ورق عنب قوي احنا خلاص بقينا عشان احنا كنا بنتكلم على السبع بهارات هو افضل البهارات اللي تدخليها في المحاشي هي السبع بهارات اوكي تدي طعم مختلف غير المحلات اوكي يعني اشياء البيت احنا انا دائما بلتخم هون انتوا بتحكوا محشي ورق عنب احنا ورق عنب لحال ومحاشي لحال لحال ومثلا احنا ورق عنب ما هو محشي برضه بس هما دي عندهم اكله مميزه ورق عنب لوحدها بتقول عليه دوالي مش دوالي دوالي ورق دوالي وكوسه هيك بنحكي عنه دوالي الورق عنب واللي بيكون مع لحمه في بيقولوا عريش اللي مع لحمه هيك اللي لا بيكون اسمه يالنجي كل شيء بدنا ورق العنب عندنا او ورق دوالي بس بنحط فلفل اسود وملح وبقدونس وزيت بس اليالنجي له السبايسز تبعته له البهارات تبعته المحاشي بقى موضوع ثاني بنحشي كل حاجه اساعدك يا مروه في الكفته بصل كل شيء لا طب ايه رايك تطلعي ده كلهم انا مخبيهم عشان احطهم واكلهم في الاخر كلهم يلا طب حطي لهم نوع عشان يشوفوا ال وانت بتعملي عشان يشوفوك انت معدله بالظبط عارفه يعني ايه معدله يعني ست بيت شاطر ست بيت شاطر برافو برافو يا مروه وبحب كمان قوي بقى الحلو الحاجات اللي طعم الحلو مع الاكل يعني بحب رز بالمكسرات جدا انا وبعمله حلو قوي والزبيب بالزبيب بس رندا ما بتحبش الزبيب بس بحب برضو احمص المكسرات واخلي الزبيب محمص الاول مع المكسرات عشان يدي طعم حلو اوكي من الاكلات الحلوه انا صراحه ابدا ما بحب كل هذا السويت اند ساو اي شيء حلو وقت الحلو الموالح والحاجات الحدقه دي بوقتها كمان الحدقه كيف بس دي طلعت مصري شطوره حدقه حدقه مش حدقه
حدقه يعني كليفر عندنا. حدقه يعني عندنا برضو اللي هو حدق أوكي. يعني كليفر برضو. ماشي، انا هحمص دلوقتي الصلصه نكرملها وننزل بعدين الطماطم. أوكي. بسيطه جدا الصوص بتاع داود باشا. ممكن هنا كمان ننزل السكر عشان الصلصه دي تبقى مززه، ننزل السكر هو كمان يتكرمل، وكمان شويه التوابل اللي هنا ملح وفلفل وقرفه وبرده جوز لا مش جوز الطيب ده، السبع بهارات ملح اوكي وفلفل دي سبع بهارات، قرفه الفلفل الاسود قرفه قليل قوي عشان ايه الموضوع ما يهربش مننا، وفلفل اسود. انتوا بتقولوا بهار اسود ولا ايه بتقولوا؟ لا 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 البهار احنا فلفل اسود فلفل لبنان وسوريا بهار. بس كنت ببيروت قبل ما اجي بدي اطلب فلفل اسود، فبقول بليز بدي فلفل اسود صفن فيه هيك بالاخر صرح. في لنا هيك صاحب لبناني بقول بهار، انا قصدي بهار بهار هاد بهار. طب اديني بهار، المهم عاوز اكل. عمر انت مش ملاحظ ان رند وقتها تشرف علينا عشان هي تاكل؟ انا خدت بالي. لا هي بتعمل كده على طول، ده الدور بتاعها العادي. خدي يا مروه يلا يا عمر. هي طول الوقت بتنظر بس. تسلم ايديك يا مروه، حقين بالطبق من تحت ايدك. مش عارفه اقول لك ايه الحقيقه، مش عارفه من غيرك كنا نعمل ايه. ادي كفته داود باشا بعد ما تسلم ايدك عملناها كورناها كده. اذا بدك تشلحي الجوانتي وانا بحط لك. احنا عايزين بقى نجيب الطاسه دي على جنب ونبتدي نشوح كفته داود باشا اللي عملتها لنا مروه. انا استغليت مروه من اول حلقه، مش ما استنتش. هناكل يا رند صح؟ نعمل هنأكل. كل حاجه طبعا. وانا جعانه وهي جعانه جدا قبل الحلقه. انا جوعت جدا، كانت جايبه لي الصبح شوكليت اكلتها، فقلت لها ثانك يو، اعطتني شويه باور تبعني. عن جد عطتني طاقه فيها كثير، مش معقول الجوع شو بيعمل. وعمر انا ولا جاب لي سندوتش من الصبح ولا بيفكر يجيب لي اي. شوف الافتراء رمضان هو جاب كل يوم كنت بجيب لك ايه. خدتي بالك؟ شوف الافتراء، جاب العصير بتاعه وحطه في الثلاجه. ايوه خد منه البقر. مش قادر هموت من الجوع، خدت شفته قبل البتاع. انا حذرتك يا مروه. شوف مش معقول، انا قاعد مع اثنين مش عايز اقول ايه سهنات. ايوه بالظبط. ايوه. طيب هحط هنا اهو كمان بقدونس ونعناع واسيب الصوص بقى يحصل ايه رند فيه. يتعذب بالظبط، هيتعذب على النار. والحاجات الحلوه بترقص معاه اوكي؟ تكوني عارفه دي الباستا لازم اللي برد عليهم، الحاجات اللي برد عليهم بقول عليهم يرقصوا. مش معقول له مسميات غريبه يا عمر. اوكي ريحتها كثير زاكيه صح؟ هلا احنا بس نعملها بالبيت ما بنحط فيها نعناع، بس مدي ريحه تحفه. دي خطيره فعلا. يلا انا بعمل ايه؟ بسخن دلوقتي الطاسه دي، واول ما اسخنها هبتدي اشوح الكفته بتاعه داود باشا، وبعدين هنزلها في الصوص تكمل تسويتها. تسلم ايدك. ولا شكرا. ده من ايه؟ من ايه في غير انت سخنه؟ انت كويسه؟ انا بضرب كف وبعد الطقيه تقولي ولا، واللي هو يعني اللي هو عفوا يعني بس بطريقه شيك يعني. انت تؤمر يا جميل، انت تؤمر. ايوه استغرب. مش رند؟ لا معلش ما بطلعش منها. لا لا ما بطلع، ما بقول لك انا بضرب من جهه وبظبط من جهه ثانيه. بالظبط هيك لازم، خير الامور وسط. طب ايه رايك بقى وانت لذيذه كده وجميله اطلب منك طلب؟ لا 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 لسه ما بلشنا. شفتي عينه قوي. تفضل دول بس يرجعوا ورا. اوكي بس بسيطه يعني بسيطه مش شفتي؟ شفتي الاستغلال؟ انت طبعا اكيد يعني بتعمل كل الاكلات. طبعا يعني بتبدع في كل اكله بتعملها حتى لو انت مش بتحبها. ايه اكتر الاكلات القريبه لقلبك اللي انت بتحبها وبتحب فعلا تقف تعملها عشانها تاكلها؟ اي حاجه من المطبخ الايطالي، اي حاجه حقيقي، بالذات الباستا والبيتزا. انا بعمل كورسات فريش باستا اللي هي الباستا الفريش، والبيتزا دي اكتر كورسات انا بحب اعملها، لان احلى حاجه كمان في ان انت تفتكري. انا النار عاليه جدا، ابتديت انزل الكفته او الميت بولز. اكتر حاجه تخلي المعلومه تثبت في راسك هي ان انت تفضلي تمارسيها وتنقليها كمان لناس تانيين. دي اكتر بجد نصيحه بتخلي الواحد يتعلم، يعني اللي بيتعلم طبخ جديد يجيب حد من قرايبه ويجيب حد من اصحابه ويعلمهم اللي هو اتعلمه،
لان ده بيخليه المعلومه عنده تثبت وبيخليه محترف جدا في اللي هو بيعمله. بس فانا المطبخ الايطالي هو اكتر حاجه انا بحبها. بتحبي لانك انت لان هو بيحبها أزل. انا بحبها عندي شغف ليها. يعني هي كمان حاجات سهله. لا الباستا والبيتزا مش سهلين ابدا، دول صنعه. وفي ايطاليا اللي بيشتغل باستا ما يشتغلش بيتزا، واللي بيشتغل بيتزا ما يشتغلش باستا. يعني دي في بيتزايولو وفي باستايو، دي مهنتين مختلفتين. واللي بيشتغلها ما بيشتغلش حاجه ثانيه، يبقى الشيف في العموم وبيعمل دول مع جنبها فعلاً؟ لا ده بيبقى بيشتغل ده بس. يعني كل مطعم ايطالي بيبقى فيه راجل بيعمل فريش باستا بس، واحد تاني بيعمل صوصات، واحد تاني بيعمل بيتزا، مش كله بيعمل كله. ومش دول برضو اللي ممكن يكونوا بيعملوا العجينه؟ يعني اكيد في مساعدين طبعاً. بس اللي بيعمل باستا بيعمل باستا من الاول من العجينه للبتاع، واللي بيعمل بيتزا بيعمل برضو نفس الموضوع. اللي بيبقى من هنا عشان اعتقد ان الشوف كده هينفع. لا هو بده يعمل شويه. لا مش قوي بدي شوف، ممكن نقلل شويه البتاع ده احطه هون. هو يعني يعني قرب يخلص، انا ممكن اقلل عليه النار خالص واسيبه مع نفسه. واشوف هنا اهو الكفته او داود باشا بتاعتي بتقول ايه. بس فبقول لك الايطالي، كنت بتسالين حاجه تانية، الحاجات اللي ما بتحبش تعملها؟ لا الحاجات اللي بتحب تعملها انت قلت الايطالي. انا بحب اكل الاكل الايطالي. مظبوط. طب والايش اللي ما بتحب تعمله؟ اللي ما بحبش اعمله مش عارف، انا بطلت، انا من كتر ما انا عشان اصلا شغلتي الاساسيه والسبب في ان انا ادخل مجال الطعام هي نقد الطعام، فانا نقد الطعام ما ينفعش ما يحبش ولا نوع اكل. فانا مرنت نفسي ان مفيش ممكن خلاص دي مستيه، مفيش ولا اكله ما احبهاش، مفيش ولا مكون ما احبش اكله. فده بالتمرين فعلا بيجي. انا كنت فاكر ان عمر ده ما هيحصل، كان عندي حاجات كتير ما بحبهاش وانا صغير، بس دلوقتي فعلا تصالحت معاها وعرفت معلومه ان انت مفيش اكل وحش، في اكل معمول وحش. فاهمه نظريه؟ وده دي حاجه بالتجربه عرفتها. يعني انا كنت مثلا بكره زمان، كنت بكره القلقاس. انا بقى بحب القلقاس جدا، بموت فيه دلوقتي. يعني انا بقيت بطلبه مخصوص، بقول لي يعني اي ام اي امي اي حد بقول لهم اعملوا لي قلقاس، هموت على قلقاس. طب انا عايز اسالك بقى عشان اشوف الوصفه اللي امي بتعملها لي هي نفس الوصفات، لان انا بشوف ساعات الصوص احمر بتاع القلقاس. في مامتي والدتي بتعمل الصوص بتاعه غامق جدا، في سلق كتير بيبقى لونه قريب للاسود. كل مدينه في مصر بتعمل القلقاس بطريقه مختلفه. مثلا كان في خناقه قريب على السوشيال ميديا عن الفته في العيد. هل الفته بيضه ولا حمراء؟ بصوص ولا من غير صوص؟ لان في مثلا اسكندرانيه بيعملوها من غير صوص، واحنا في القاهره بنعملها بالصوص. فكانت دي خناقه. يعني الناس اللي بيعملوها بالصلصه عادي وبياكلوها. أيوة. في العيد دي من الاكلات الجميله جدا. بس في حاجه اساله اهل الخبره، انا عايز اسالك القلقاس. القلقاس ده المفروض انا بعمله بتعمل. اخضر مش بعمله احمر. بيبقى قريب يعني السلق لما بيبقى كتير بيتحط بيبقى غامق شويه. بس في مشكله في القلقاس قد ايه زاكي، بس تحضيره ياخذ كتير وقت. يعني ماما بتحط جلافز لانه بصبغ وبصير لونه اشياء معينه، يعني مش معقول. قد ايه تيجوا انا اعمل لكم القلقاس مره؟ اوكي ايه رايكم؟ اوكي ونشوف الوصفه بقى بنفسنا. كتير ما بتحبوش القلقاس. انا بموت فيه عليك. وانا بحبه. بحطوا لها قدحه تومه وكزبره خضراء. بنحط كزبره، بنحط فل، بنحط كزبره على خضراء كتير. احنا كمان. فدلوقتي احنا عملنا ايه؟ شوحنا اللحمه وهتكمل بقى تسويتها في ايه؟ في الصوص. فهنكون كده خلصناها. احط لك اياها هون. ايه رايكم في التشويحه بتاعتها؟ هي لازم تبقى تشويحتها كده. إيه؟ انت عايزه تشوحي تاني؟ لو عايز تاكلي شوحي، بس انا خلاص. بعدين بعد الحلقه تجنن، ريحتها تجنن. ربنا يخليك. من غير حتى الصوص هي ريحتها وهي بتتشوح. بالظبط. انا هاخدها من هنا على هنا من الجنه. احنا هناخدها من هنا على هنا. على هنا على طول. بس يقولوا خلاص خلص الحلقه. يقولوا خلاص الموضوع ايه انتهى. فهعمل ايه؟ ميرسي، احطها هنا. شفتي كيف بساعده؟ حبيبتي والله انت ما اقدرش استغنى عنك. بس عشانك اليوم احترام لوجودك كمان. عشانك في سلام النهارده. كلام ثاني في حرب في العادي، لكن النهارده عشانك في سلام، صح؟ مش احنا عاملين النهارده معاده سلام؟ والله ما بعرف، انا هيك زي مش كنا بنحكي قبل شوي انك توم اند جيري بتحبيهم، هيك علاقتي بالظبط. الناس سمونا على السوشيال ميديا توم اند جيري من كتر في رمضان ما كنا بنتشاكس في بعض. نائر وإيه. طب اسال سؤال، ما نحن كنا عم نحكي على ايام زمان مثلا، ايش في اكله بتذكرك ببيت تيتا او سيدو؟ اكله معينه كنت كلها نسيت. لا استني كده، انت قلتي بيت مين؟ سيدو. تيتا او سيدو؟ سيدو مين بقى؟ جدو. يعني جدو. حلوه. يلا رح اسالك نفس السؤال ففكري. يلا ورق عنب بالكوارع.
ورق عنب بالكوارع. وبتحب هالاكله يعني مثلا؟ بس احكي لك اياها بتتذكر الايام طبعًا الحلوه. طبعا مروه. لا هو احنا بنعمل كل الاكل. أوكي. يعني ما عندناش اكلات قديمه راحت لحالها فبطلنا نعملها. لسه بتعملوا كل حاجه؟ لا لا انا قصدي مثلا اكله اجتمعتوا فيها بمكان معين عند بيت الجد جدي خالي خالي اللي بدك اياه. الكشك. الكشك. طبعا الكشك المصري. الكشك المصري اللي هو لونه غامق مش بالرز اللي بيتعمل بالفول بالشربة. صح كده؟ احنا ابيض. انا ما اعرفش بتاع الفول ده، ده جديد عليا. ما بنعملوش بالرز، بنعمله بالفول بجد؟ عشان يديكي درجه البيش. ايه ده الله، ده حلو ده، عايز اجرب. يبقى طعمه يجنن. ما عمري جربت الفكره. طب تعالوا نكمل الموضوع ده، بس اقول لكم الاول مكونات الايس تي او الشاي المثلج ايه هي بقى. هنا هو محتاج الميه بتاعه الصودا او الميه الفواره وباكتين شاي و200 ملي من الميه، 200 ملي من السكر العادي وعصره ليمون، وكمان الميه قلت لكم الفواره وتلج وشرايح ليمون للتزيين. فهنعمل اول خطوه ايه؟ انتوا دلوقتي بتشوفوا المكونات على الشاشه، مكونات سهله جدا. هنعمل شربات من الشاي ماشي. فهجيب كده اهو الميه، لازم الطنجره تكون سخنه صح؟ بالظبط. وانزل عليها الشاي عادي جدا. الشاي بس هيعمل ايه؟ اللون او هياخد لون او هياخد طعم الشاي. بعد كده هنشيل الشاي وننزل السكر ونسيبه يتقل عشان يبقى زي ايه؟ زي شراب او شربات، زي القطر يعني. بالظبط زي قطر، بس قطر شاي. ليه بقى؟ هنسيب ده عندنا بعد كده ونحط شويه، ونحط كوبايه نحط فيها تلج ونحط فيها القطر ده زي السيرب. بالظبط. ونحط فيها ليمون ونزود عليهم شويه ميه فواره، هيبقى عندنا شاي خطير. ايه رايك في الفكره؟ طيب في بقى سؤال بيطرح نفسه، في ناس يا عمرو بتحب الشاي الاخضر بدل الشاي الاحمر، ممكن الباكت اللي انت حطيته ممكن جدا نبدله ونحط اخضر طبعًا مكان اللي هو الاحمر؟ طبعًا. ممكن تعمل شاي فواكه لو مش عايزه اصلا شاي مختلف. احمر. بالظبط. متهيألي ده يبقى احلى يا عمرو في لما يكون مثلج. صح كده؟ بالظبط. هيك ببرد على القلب. بالظبط. فاحنا نعتبر ان هو اخذ تقريبا يعني 5 دقائق، مش محتاج يقعد كتير. ده شاي عشان مجرد ما بيغلي، مجرد ما انتوا بتاخدوا الطعم منه، مش محتاجين تسيبوه كتير برضو عشان ما يمررش. ما بنسيبش الشاي في الباكت عشان بيمرر. ارجعكم لايام زمان ولا هلا موجود؟ بس مثلا الشاي الفرد احط السكر كتير زاكي، بس تقيل. ما عشان زاكي يعني بحسه حلو اكتر من الباكيتات. بحب الخفيف اكتر. احنا عندنا شاي مشهور، شاي الكشري مصري. لا شاي في ماركه كده مشهوره الناس بتحبها جدا. بتعبي صح الدماغ كده. بالظبط. بيقول لك الكوبايه شاي معتبره زي ما بيقولوا. بالظبط. فاحنا هنقلب كده اهو السكر لحد ما يدوب خالص، وهننزل عليه عصره ليمون ماشي. وخلاص هيبقى كده الشربات عندنا بعد شويه بعد ما يتقل جاهز، بقى عندنا شربات شاي نقدر نزود له في اي وقت تلج وميه عاديه او ميه فواره، ويبقى عندنا ايس تي منعش. ايه رايك في الفكره؟ صراحه كثير حلوه لذيذه. واول مره بشوف هذا الشيء يعني. صح؟ انا مش هدوق الايس تي، انا هدوق الكفته الاول. ليه؟ لا هدوق الاثنين. لا انا هدوق الكفته بعد كده. لا من هنا و شفته من هنا على طول. طب يلا انا دلوقتي هسيب ده هنا اهو. اوكي. وهبتدي اعمل الايس تي. طبعا انا مجهز شربات من قبل كده عشان مش هفضل مستني الشربات يتقل ويعمل والحاجات دي. وي دي لازمه كمان عند عمرو. هي بتعرفك النهارده كل ايه القاموس عشان تبقي فاهمه انت داخله على ايه. في حديث كمان شوي بالغرفه باجي لعندك نتحدث انا وحديث عن فراق. هي مش عايزه تقولي عمرو على الهوا بقى، هي عايزه كده. فاعمل ايه دلوقتي؟ هنزل الشربات اللي قلنا عليه ده في القاع بتاع ما انا بقولها برضو قاموس بتاعك، القاع بتاع الكوبايه اهو. اخر الحاجه اسمها قاع القاع يعني. القاع. نزل شويه كمان، انا بحبه كتير. بص لونه جنن ازاي. الصوص ده بقى عباره عن ايه؟ ده لسه عامله الشاي اللي طلعناه. انت هو ده بقى كده. ما هو ده سكر وميه فيديك في الاخر القوام ده شربات اكن بتعمل شربات. بس شربات شاي. شاي بالظبط. هو ده شكله كمان يعني القوام بتاعه شكله بالظبط صح. هو معمول من شاي احمر عادي يعني الموضوع ما فيهوش اختراعات ماشي. شكله مغري عارفه الصوص بتاع الكريم كراميل كده. هذا اللي قلت لي اياه. القوام بتاعه ماسك شويه. جعبالي كريم كراميل. جعبالي. انت عمرو بتعمل كريم كراميل من فروم سكراتش صح؟ انا عملت لك كريم كراميل. بتذكر في افطارك عندنا عملت لك كريم كراميل بالعسل الاسود بدل الكراميل عشان يبقى سهل على الناس يفتحوا علبه العسل ويحطوه بدل الكراميل.
خلصنا. حلو؟ كان طعمه حلو؟ كان خطير. ما بحبش ما بحبش العسل الاسود يعني أحكي. انا الصوص بتاع الكريم كراميل بيبقى ساعات حلو بحبه عشان هو ليه طعم كده مزز. فيه مراره مراره شويه. العسل الاسود مش عارف يبقى نجربه. لا كان جد زاكي عن جد كان زاكي. مع اني بحبش احكي عن اي شيء بيعمله عمر انه زاكي بس مضطره. ما بتحبش تعترف. طيب انا هنضف بس كده اهو. بعد كده هحط ايه الحاجه الاخيره اللي هي الميه الفواره او ميه عاديه لو مش موجوده مش عايزين نصعبها بس الميه الفواره كده هتدينا ايه. بصوا انت عش بالظبط شكله واو. صح واختراع هو يجب. بس شاي كل الحاجات دي موجوده في البيت الا الميه الفواره مش موجوده في كل البيوت بس سهل ان احنا نحط بدلها ميه عاديه او المشروب الغازي المشهور ممكن ينفع اللي هو لونه ابيض اهو. تسلم ايدك يا شيف بجد حلو. شكرا. مره متحمسه تعملي ده في البيت؟ صح حلو. طبعا شكله حلو وبعدين يعني يخليكي تشربي منه على طول حر كده يساعدك ان انت تشربي منه على طول. بالظبط ما هو لايق جدا للحر. هنزل شويه زيت هنا اهو يلمعوا لنا صوص زيت زيتون انا بحبه جدا برضه لازم تفهميها الموضوع ده. عمر حلمي اسمه الاصلي عمر زيت زيتون. زيت زيتون. عمر زيتون. ايوه اي شيء زيت زيتون اظني مرات بشك لما ينزل ستوري تبعت القهوه بتاعته بتطلع يحط عليها زيت زيتون. انا ممكن اكون حاطط زيت زيتون فيها. تطلع مني والله عادي. انا عايزاك انا عماله ادور على معالق بقالي كتير معلقه اهي. ايش بدك؟ انا عايزه الصوص عشان ادوق الكفته وقرب مني الاكله كلها. يلا اتفضلي مروه جايه سخنه. جايه تاكل على طول. بتجنن. صحه وهنا عن جد. صح تسلم ايدك حبيبتي بعطيك حبه كفته. انا هاخد دلوقتي هاخد الطاسه كلها عندي. انت خدتي بالك طبعا انا بحب البصل والثوم جدا فانا بزودهم جدا في كل حاجه يعني سلمي الخلطه فيك. نفسها تجنن زكي. صح بقول لك النعناع عشان النعناع كمان قلتي لي I think النعنع كمان جاب طعمها يعني مش شطارة من عمر يعني. الموضوع موضوع النعنع. الموضوع النعنع هو النعنع هو اللي طبخ. حرام هات أحمل لك إياها تنزلها. لا لا خلاص دول كفاية حطهم حرام نعمة الله. بص بقى شغل الأمهات حرام. جد نعمة الله. أكلة سهلة وخفيفة وبتشبع وفيها عيش وفيها يعني فيها كل حاجة. ما أنتوا بقى عايزين تعملوا جنبها رز عايزين تعملوا جنبها عيش براحتكم. انا بحب رز عشان رز بشعريه. رز بشعريه مع الداود اهو وادي العيش وادي المشروب ونشيل ده ولقمه هنيه تكفي ايه تكفي بالزبط. مية دلوقتي كل الناس اللي هنا هتاكل الطبق ده دلوقتي يجي يتشهونوا هلا طبعا ريحتها كمان هم اكيد الناس شم ريحتها خطيره. الصوص والخلطه بتاعتها يا عمرو تحفه. صحه وهنا على قلبك هتاخديها النهارده معاكي البيت بدل رند بقى رند كل يوم بتاخد الاطباق اليوم بس بعد ما نخلص الحلقه هناكل اليوم عشان اول انت بس عشان ايه اول حلقه فهي هتبقى رحيمه معاكي بس بعد كده هتتقاتل وتتدبح زي ما هي بتقول. شفت هنجري انا ورندي على الاوضه على طول عمري اوت. ويا جماعه اللي بيطبخ ده دايما ملوش كده يعني اي نصيب. طب يعني ما انت بتقدر تطبخ لحالك امتى ما بدك صح؟ يعني ذوقيا بس اعرضه. حرام حرام هو لسه بيقول لنا انا جعان. خلي له طابق واحد خلي له طابق واحده ورغيف واحد. انا خلاص هاخد الايس تي بتاعي. أوكي. انا هاخد دي عشان دي بس شويه ناقصه. طيب. هاخد الثانيه ماشي موافقين موافقين يعني صراحه ريحه الاكل بتشهي كالعاده. انت عجبتك قلتي لي الصوص صح جدا. صحه يعني ليه طعم كده مميز يعني حاساه رايح للاكل اللبناني شويه. بجد صوص في صوص كده معينه زي الاكل اللبناني يمكن. انا ما اعرفش دي بقى الاضافه النعناع ليها هي عرق لبناني بالظبط فالفكره بقى ان انا ايه دخلت فيه. تسلم ايدك. ربنا يخليكي. تسلم ايدك. يلا نحكي للمشاهدين شو عملنا عشان يلا يلا بينا. النهارده عملنا ايه؟ احنا النهارده عملنا كفته داوود باشنسيت. لا الجوع نساج على فكره. انا بجد اموت من جوع. النهارده عملنا كفته داوود باشا وجنبها عيش بلدي ممكن تعملوا جنبها رز وكمان عملنا ايس تي شكله خطير. عملنا شربات من الشاي الاحمر والسكر والليمون والميه تقدروا كمان تحتفظوا بيه في الثلاجه في حاجه مقفوله. تقدروا تعملوا ايس تي في اي وقت تحطوا شرايح ليمون وتلج وميه فواره او ميه عاديه هيبقى عندكم مشروب كافيهات شياكه معمول في البيت في 5 دقايق بس. نشوفكم في حلقه جديده في هو وهن.
مش كده يا هنا؟ 100% ان شاء الله. انا كنت تسلم ايدك، الاكل كان يجنن. ربنا يخليك. يلا يعني انت دلوقتي ايه نقطه يعني مش مهم. طب انا عندي فكره، انتوا خلصوا الخناقه دي بس انهي الحلقه وبعد كده تخلصوا الخناقه. يلا يلا بالظبط. انهي يا عمرو انهي يا عمرو. هنشوفكم بكره في هو وهنا. باي باي.